يا مساء الفل على كل اللي بيشوفونا، حلقة جديدة ويوم جميل ان شاء الله كده ولذيذ لكل الناس اللي بتشوفنا. حلقة جديدة من عيش سعيد على اي تي سي، ويا رب كده دايما تكونوا بتشوفونا مبسوطين وعندكم طاقة ايجابية يا رب ان شاء الله. والجو يلطف، كل ما الجو كده يبقى يلطف، ما فيش موجات حارة ولا في حر ولا في الكلام ده، تلاقي المود ظبط على طول لوحده. يعني يا رب كده تكونوا عايشين الانتعاش ده. وخلاص المصايف قربت يا جماعة، فتعالوا كده نحضر نفسنا ونبتدي بقى ننفخ العوامات. ولا ايه يا سهى؟ ازيك؟ نفخت العوامه ولا لسه؟ والله ده انت دلوقتي وقتك ومنطقتك، عارفه هو ده انا الوقت اللي بزدهر. انت بتنمو وتترعرعي فيه زي المانجا، بنمو مع المانجا على طول كده. مساء الفل يا لينا، ومساء الفل على كل الناس اللي بيشوفونا في كل مكان. يا رب تقضوا ويكند سعيد ولذيذ كده، وتكونوا دايما مبسوطين وفي سعاده. احنا حلقتنا النهارده فيها حاجات كتير وفقرات مختلفه ومتنوعه كالعاده. ان شاء الله الفقرات كلها تعجبكم وتخليكم كده تفصلوا شويه وتنبسطوا معانا ان شاء الله يا سهى. عندنا موضوع لذيذ جدا نتكلم فيه النهارده، وهو ساعات كده بيجي علينا وقت بتحصل حاجه بتخليكي تقرري لا انا هبقى انسانه جديده، سواء بقى دي الحاجه دي وحشه او حلوه، يعني كل يوم الصدمة. كل يوم الصبح بقول انا هبقى هبطل لسه جاير واكون انسان جديد. او شعب الله حبيبنا الله يرحمه صراحة حبيبي، هو اول واحد قالها. من الذ الاغاني اللي لسه دايره في ودننا طول الوقت، اول ما نقول كلمه ان انا عايزه اتغير ولا اي حد يفتح موضوع التغيير ده، على طول نقوم غنيين الاغنيه بتاعت الفنان الله يرحمه. فاحنا نتكلم النهارده في الموضوع ده ونشوف ايه الحاجه اللي حصلت لكل واحد فينا قبل كده، وبعديها انت قررت قلت لا انا هبقى انسان جديد، او انا هتغير في الحته دي، وهل التغيير الدائم ده هو حاجه صحيه ولا لا. فده محتاجين نتكلم في الموضوع ده كويس جدا عشان نشوف. هنشوف مين فينا فعلا وصل لنقطه التحول دي، ومين فينا اللي لسه بيحاول، والمحاوله برضو ده جزء طبعاً مهم يعني اكيد من الرحله. بالظبط. اما اخبارنا النهارده فهتكون اخبار عن الحيوانات والطيور، طبعا كالعاده اخبار غريبه بس لطيفه. هنشوف حكايه القط اللي اخذ دكتوراه فخريه من امريكا، وهنشوف كمان اغلى ريشه في العالم لطائر من نيوزيلندا، مش هقول لكم سعره كام، لينا هتبقى تقول لكم الكلام ده ريشة ريش. وقت انت جعانه من المذيعه يعني يا جماعه، ريشه بتلو في العالم. مش معقول بجد المذيعه اللي بتتكلم عن ريشه بتلو في البرنامج. انت قلت ريشه، ريشه طائر بتلو. طائر مش التاني ريشه جاموسه او بقره وات ايفر بقى نوع الحيوان، بس يعني ريشه من اللي يا ربي. طيب النهارده كمان منورنا ضيوف متميزين في مجالات مختلفه. هيكون منورنا طبعا كابتن خالد الصنباطي، وهو المدير الفني لمنتخب مصر في فروسيه الخماسي الحديث، وهيكلمنا بقى عن بالتفاصيل عن الفروسيه وقد ايه طبعا هي رياضه جميله، والانجازات اللي مصر حققتها في مجال الفروسيه الخماسي، لان الحاجات دي يا جماعه مهمه جدا ان احنا نعرف معلومات عنها، ونشوف ان احنا في مصر في كل المجالات وفي كل الرياضات احنا محققين انجازات عامله ازاي وقياسيه ازاي. كمان لكل الناس اللي بقى مهتمه بسوق العمل، واللي بيدور على شغلانه، او حاسس ان هو الموضوع في شغله ما بقاش احسن حاجه، موده ما بقاش احسن حاجه في الشغل، داخل كده على تهور استقاله، لا استنى بس شوف الحلقه النهارده بعد كده قرر عايز تستقيل ولا لا. عشان هيكون منورنا النهارده خبير الموارد البشريه تامر شلبي، واللي هيقول لنا كده على حاجات مهمه جدا لازم ناخدها في عين الاعتبار واحنا هنستقيل او احنا بنقدم على شغلانه. حاجات مهمه جدا جدا النهارده، حاسه الحلقه النهارده دسمه كده وفيها حاجات لطيفه. فاستنونا يا جماعه وما تروحوش في اي مكان، فاصل وهنرجع لكم تاني، خليكم معانا. كلمه انا هتغير وانا خلاص قررت ان انا كفايه كده اللي فات وهبتدي صفحه جديده مع نفسي، كلمه دايما بنسمعها في اخر السنه، يعني في 30 ديسمبر كده دايما احنا لا بنسمعها وبنقولها وبنقولها. تخيلي انت معاكي ريشه عصفور منقرض اغلى من الذهب بكتير، فطبعا الموضوع عمل ضجه على السوشيال ميديا، وطبعا طائر الهوايا النيوزيلندي ده هو من اكبر انواع الطيور الحربيه في نيوزيلندا، وهو معروف طبعا بتغريداته الجميله. ما علينا، انا عايز اعرف هم هيعملوا ايه بالريشه دي. في مصر اتحاد الفروسيه مقسم البطولات بدرجات، فالدرجه السادسه متاح فيها او مسموح فيها الخيول المصريه، هي ارتفاعها تقريبا 90 سنتي الحواجز. الحواجز. اوكي. اغلبيه الشباب بيبصوا دايما ان لا انا مش عايز اعمل ده وعايز اعمل ده، فكانت المشكله هي بطاره اكتر من بطاله.
حلوة قوي الجملة. كانت هي دي حقيقة. وكانت دايما بنقول المشكلة هنا ايه، ان الناس ما عندهاش او عندها نوع من انواع القصور او التقصير في انك انت تبقى عارف تقيم نفسك. خلاص يا جماعة أنا هتغير. كلمة كلنا بنقولها كل شوية لما يحصل موقف ما في حياتنا، سواء موقف خدنا كده أنا خدت الضربة بجد فخلاص بقى، لأ أنا أصحى لازم أتغير، لازم ما بقاش أنا، دي نقطة تحول في حياتي. وفي ناس يحصل لها حاجة حلوة جدا فتقول لك بس دي هدية جات لي من ربنا، فأنا هنتهز الفرصة والهدية الحلوة دي وفعلا هتغير لها وهبقى إنسان كويس وأليق بالهدية اللي ربنا ادهالي دي. كلمة أنا هتغير وأنا خلاص قررت إن أنا كفاية كده اللي فات وهبتدي صفحة جديدة مع نفسي، كلمة دايما بنسمعها في آخر السنة، يعني في 30 ديسمبر كده دايما احنا لا بنسمعها وبنقولها لكن أنا بتكلم بقى سوا في المطلق، مش في اللي هو وات تو دو ليست بتاعت سوا اللي هي في آخر السنة، ولا احنا هنتغير عشان السنة الجديدة. والله أبدا، ده أنت اللي علمتيني. أنت مش شايفة مظاهر التغيير جدا؟ مفيش أي حاجة، شعرك خف وقع بس هي دي مصايف التغيير وعمالة تخس بس. شفتي انا حاسه ان انا حالتي بتسوق، ده تو دو ليست بتاعتي بتروح مني. انا حالتك بتسوق، فين تو دو ليست يعني؟ وقالت لك تو دو ليست وعملت كده بايديها. لا التحاليل بتاعتي بره. بص انا ما انا عارفه اللي هو في ايه. لا انا بحاول نفسي اجيب ارشيف الحلقات، عارفه، واشوفك كنت بتعملي تو دو ليست اللي هي كان وشها منور والله، مزنهر في 2023 ضل في 2024. ايه ده، ازاي انت صدري لي طاقه يا بنتي؟ بهزر معاكي. الله، احنا عيش سعيد، مالك افتكرتي دلوقتي؟ فكرتيني ان انا حصل معايا مهازل جايه تقولي لي عيش سعيد. هقول لك وصفه جامده والله. ليه؟ لكل للتجاعيد. لا زي القمر يا سوسكا والله حبيبي. طب احكي لي بقى، انا عايزاكي بقى تفضفض، تحكي لي تفضفض. افضفض لك هنا دلوقتي؟ لا الناس مش غرب، ده احنا بقى لنا معاهم معمرين كام شهر كام سنه، فهم احنا عارفينهم واحنا هم عارفيننا، زدنا في دقيقنا. ايه الموقف اللي حصل في حياتك فقررتي بس طب بكت كده انا هتغير؟ لا هي مش مواقف، هو انت بتتعلمي. يعني انت بتتعلمي مواقف. لا انت بتتعلمي بس بتتغيري او ما بتتغيريش، دي بقى ديبند. حاجه ترجع لك. البعيد ايه؟ يعني انا بيعدي عليا حاجات كتير قوي بقول لا انا next time لما يحصل لي كده مش هتصرف نفس التصرف ده. انا مثلا وانت بتتعاملي مع الناس انا هحط حدود في طريقه معامله معينه، انا هتغير بشكل معين، انا مش هقول كده، انا هعرف في الموقف الفلاني اتصرف كده. بس انك تتغيري فعلا او لا، في ناس بتقدر على التغيير وفي ناس لا. انا بكلمك انت كسوها دلوقتي. انا كسوها اتغيرتي قبل كده ولا ما اتغيرتيش؟ انا مش عارف اتغير. انا بحاول والله. بس التغيير خلي بالك ممكن يبقى بالنسبه لك حاجه وبالنسبه لي حاجه تانية. هي دي مش قاعده لكل الناس، مش شرط يكون انا بقول ان الصح كذا وكذا وكذا يبقى هو ده الصح بالنسبه لك وبالنسبه لي. بس فكره ان انت تقرر ان انت تتغير دي حاجه حلوه، ان انت يعني عرفت ان عندك ايرور، في عندي حته مش مظبوطه، انا هتغير في حتى في اللايف ستايل، حتى في طريقه الاكل، حتى في الرياضه، في المذاكره، في الشغل، في حياتك، تعاملاتك مع الناس، كل دي اساليب ممكن تخليك تتغير وانت مش حاسس. يعني انت لو قصدها قوي بتهيالي مش هتعرفي تعمليها. بصي بس انا اي دو بيليف، يعني انا بؤمن قوي بحته ان احنا كلنا لازم يحصل فينا حاجه بجد، يعني بحس لازم يحصل حاجه جامده عشان تفوقي، وان انت ما كنتيش هتفوقي الا ما تحصل الحاجه الجامده دي. لازم تبقى مريض كوليسترول علشان تظبط اكلك. بالظبط. لازم اللي هو عظمك يوجعك عشان تروح تلعب رياضه. لازم حد يغدر بيك عشان تبطل فرط حنيه مثلا، او تبطل اللي هو مشاعرك دي ما تدلدقهاش لاي حد. لا هي ناس معينه هي اللي تستاهل قلبك، ناس معينه اللي تستاهل جدعنتك، الجدعنه دي مش اي حد. فاكيد اكيد حصلت معانا المواقف دي كلنا، ان لا في ناس قابلناهم لا اكتشفنا بعد كده ان هم ما يستاهلوش كل اللي احنا كنا بنديها لهم. انا في حاجه قلت لا بقى، ما انا مش فاتحه سبيل، يعني لا ما انا لازم بقى ادي بحذر. ما بقولكيش ما تبقيش طيبه، لا خليكي طيبه مع وجميله مع كل الناس، بس قلبك بقى اللي هو الحاجات السبيسيفيك قوي جواكي دي ناس معينه بس اللي تستاهلها، مش اي حد. يعني بحس كده. شوف انا حاسه ان احنا قاعدين في اي بي توكس بس انا مش كله يستاهل قلبك. ايوه بس
اهلا استاذه منى شلبي. حاسه ان انا في كان ولا ايه؟ لا انا واخداها بسايد تاني، مش عارفه انا واخداها، حاسه ان انت لو انت واخداها عميقه النهارده وانا مش قادره ابقى عميقه خالص. الجاكيت بتاعي مخليني مش حنفي القبعه، مش قادره اخليني ابقى عميقه خالص. فحاسه ان انا عايزه اروح لسكه ان انت تتغيري في اللايف ستايل بتاعك، انك الناس اللي بتنام متاخر وتصحى بدري علشان عندها شغل فبتيجي على نفسها. دي مشاكل بعد ال 30 ما لناش دعوه في النوم. لا انت واصحابك يا حبيبتي، ما انت معانا في نفس ال 30، ما تحوريش. انا لسه بقول يا هادي من سنتين لما كنت تقولي الكلام، بقول يا هادي بسم الله الرحمن الرحيم، لسه ما عنديش مشاكل ارق، ما عنديش مشاكل تجاعيد. انت عندك مشاكل ديسك، عندك مشاكل في الركب، عندك مشاكل كتير قوي. فانا بتكلم على ان اللايف ستايل لو هو ده اللي انا بالنسبه لي شايفه ان التغيير الصح، تغيير بقى في لايف ستايل. ان انا كنت باجي على صحتي ما بنامش كويس بسبب ان انا ممكن اكون مش عايزه ازعل حد من صحابي، يلا خروجي، يلا ننزل، يلا ما اعرفش، طولي في مواعيدك في الشغل، اقعدي كتير عشان تباني ان انت اشطر شطوره. الكلام ده كله كان بيجي على صحتي. لا، خلي وقت لنفسك، كلي اكل كويس، يعني في كل الحاجات دي انا شايفاه تغيير مهم. وانا كنت بسمع حاجه، بس انا يعني ممكن لو انت عندك معلومه تسنديني بيها شويه، ان انت لو عملتي اي هابت في حياتك لمده 40 دايز ورا بعض دي بتتعودي عليها حاجة حتى في كل حاجه. لو رحتي الجيم 40 يوم ورا بعض هتعرفي تكملي بعد كده. لو كملتي حاجه استمريتي عليها في حدود الشهر ونص، عملتيها غصب عنك بجدول كده، ان انت انا هعملها النهارده غصب عني، هاخد مثلا وقت، هعمل باور ناب، ان انا انام شويه نومه الظهر دي اللي هي بتبقى مثلا 20 30. بصي، هو نصايح استاذه ساميه علوبه جميله، انا ما قلتش حاجه، اسمع حضرتك. لا، لو عملت كده لمده الايروبكس حلو قوي، بس بتكلم دلوقتي عن حته ثانيه. انت بتتكلمي في حته ثانيه، انا عميقه، انا الموضوع عميق. النهارده مالك في ايه الاخضر عامل فيكي مشاكل ليه؟ عميقه. انت عايزه تتكلمي ان انت اخدتي الضربه بجد فلازم تتغيري. لا، وانا مش هامن لحد وهبقى شريره بجد. ما قلتش كده، نقطه التحول مثلا كنت قاعده في ميتنج مش محضره له، فسمعتي كلمه قدام زمايلك وحشه جدا، كان شكلك وحش قوي، فدي كانت نقطه تحول. لا، انا لازم اركز بقى، انا افرق ايه عن زمايلي دول؟ لا، انا بايد ورجل عادي وبراس وشعر. طب ما ابتدي ان انا نقطه تحولي ان انا بقى اركز في شغلي اكتر مثلا. ما هو خلي بالك المواقف الوحشه بتحصل لنا ليه؟ يعني ما ربنا بيحط عشان نتعلم، ما قلنا كده قدامك عشان تتعلمي. سيبك بقى من روتين البشره والصبار والالوفيرا اللي انت عملتي. روتين بشره ايه؟ وانت لازم، انا لسه قايله من شويه، لازم يعني يجي لك كوليسترول علشان تظبط اكلك، لازم تبقى مريض ديسك وعشان تظبط ظهرك. انا جالي اصابه ملاعب لو سمحتي، ما جاليش عشان كنت بلعب هولا هوب في لا انت يا بنتي ما فيش فيلم او مسلسل او اي اسطوره ظهرت على التلفزيون ما تبعتهاش. مشكلة، دي حاجة بحبها. بوظتي ظهرك من قعدتك. ايه المشكلة؟ لا خالص، انا بحب المسلسلات وبحس ان دي حاجة الكواليتي تايم او المي تايم بتاعي في حتة من ما. نامي بقى، العبي رياضة، غيري نفسك. ما انا بلعب رياضة، ما انا بنام بصلي. عايزة حاجة حضرتك تحبي كشف حساب؟ مالها في النهاردة في ايه يا استاذة سهى يا جماعة، مالها في ايه؟ لا، حاجة لطيفة اللي انت بتتكلمي فيه طبعا، قصدي مهمة، انا انتفع بحب انكشك، بس انا بتكلم عن نقطة التحول القوية اللي هي 180 درجة دي، عارفاها؟ اللي هو 180 درجة؟ 180 درجة دي بتبقى لازم أزمة فعلاً، يعني أنت لو يعني حاجة زي ما بيقولوا حاجة كسرت صباح الخير. الإنسان هو ده اللي بتكلم فيه بقى. صباح الخير؟ يعني صباح فوقي معانا شوية، انزلي مش لازم ماسك الزبادي والخيار على أرض الواقع. ده انت وديتينا ليه للحته دي؟ لا يعني هقول لك على حاجه، مش حصل معاكي قبل كده اكيد ان انت شفتي حد بالك كتير قوي؟ خلي بالك انا ما اتعلمتش. انت مش فاكره قلتي لي قبل كده بتثقي في الناس؟ ستيل بثق في الناس حتى لو عدى عليا ناس كتير قوي. لا بس انت قلتي لي، مش عارفه ينفع اقول لا ولا، بس قلتي في موقف ما حصل معاكي قريب وانت من بعديه. وهي كمان يا ليه. انا قلت الموقف وانا قلت هو انا قلت انت قلتي ان في موقف حصل معاكي قريب شخصي، وبعد الموقف ده ما بقتش اسال عن الناس اللي ما بيسالوش عليا. مش انت قلتي كده يا بنتي من الاسبوعين اللي فاتوا؟ من اسبوعين يعني، ممكن اطلع لك الكالندر. ايه ده، اسكتي. مش قلتي كده؟ استني، انا اتعلمت حاجه النهارده. يا شيخ، انا في نقطه تحول حصلت في حياتي النهارده يا جماعه. شفتي انا اتعلمت واتغيرت، ومش هحكي لينا اي حاجه تانية عن حياتي. او انا حكيت الموقف، ما سرك لسه كبير. انا بتكلم، مش انت قلتي انت اتعلمتي من الحاجه دي؟ تمام، انا صح؟ انت صح.
في الفاصل بقى. لسه بنروح نشوف يعني راي الناس في الشارع، وانا وانتي نطلع بره في الشارع شويه نفرج علينا الشارع. لا بجد يعني نشوف راي الناس في الشارع ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا. طيب ماشي يلا. لو قررت اكون انسان جديد او ايه اول حاجه هعملها؟ هشتري عربيه، مش هعرف صحابي وهسمع كلام ماما، مش هخش اسنان، افكر ان انا افتح بيزنس، ما اعرفش صحابي، اشتري مثلا عربيه او يعني فيلا بقى. لو عايز اكون انسان جديد اسافر. اكتر حاجه عايز اغيرها في نفسي ان انا اكون هاديه اكتر. البرود، ان انا ابطل اساعد الناس اكتر ما بساعد نفسي، ان انا ابقى سنسيتيف، حساسه زياده عن اللزوم. نفسي عاجبني صح، مفيش حاجه وحشه بالنسبه لي. اكتر حاجه عايز اغيرها في نفسي ان انا ممكن بشرب سجاير. عايز اغير ان انا ابقى متردده، وان انا على طول قلقانه وخايفه، فدي اول حاجه نفسي اغيرها. اكتر حاجه عايز انزل الجيم ده مبدئيا، و عايز اتخرج اخر ترم ليا فعايز انجز. كم مره قلت هبطل وهبقى انسانه جديده؟ لا كتير قوي، انت عندي شجامي كتير 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 جدا. ما بيحصلش كتير يعني، كل يوم كل لما بصحى يعني مليون مره، مليون 15 مليون مثلا، كتير قوي. لا لا بجد. كم مره قلت هبطل وهبقى انسان جديد؟ كتير بصراحه، كتير عادي يعني. كلنا ممكن مثلا نكون في عاده غلط او في حاجه في حياتنا غلط فبنحاول نغيرها فبنقع كده، طبيعي يعني، سنه الحياه. ده لسه امبارح امبارح بالليل قلت كده لنفسي، ما عرفتش اغير حاجه يعني. كتير اقول مثلا انا بطل الحاجه دي وما بطلهاش. اكتر حاجه تمنعني اكون انسانه جديده ممكن صحابي برضو، ما شاء الله. تعود على الحاجه بالنسبه لي ده شيء بيخليني مش عايزه اطلع من ماي كومفورت زون، فلما بطلع بحس ان انا لا انا دي مش انا. انا انسانه متردده وبفكر في الحاجه كتير قوي، فشايفه ان ده دايما اللي بيقف في الطريق يعني. الظروف عادي يعني، الدنيا مش عارف، بس هو ما بعرفش. تعود يعني، طالما اتعودت على حاجه مش هتعرف تغيرها. اه بحس ساعات ان انا لا هو انا كده واللي عايزني يحبني كده، وساعات لا انا لازم اتغير عشان في حاجه كتير غلط. شايفه اهلي اللي ساعدوني ولا اصحابي عشان اغير؟ لا اكيد انا اللي غير نفسي، اكيد انا اللي غير نفسي. هم اه هيدوا بوش بس انا طبعا. هو من جوايا رقم واحد اكون انا، تاني حاجه اهلي. انفلونس بصحابي اكتر عشان هم in my same level of age و same experience، فلما بشوف ان اهلي مثلا بيقولوا لي او ينصحوني بحاجه بحس انه different generations، فالمعلومه ممكن ما توصلش 100% بالنسبه لي. لا انا اللي بساعد نفسي، ولو حد اداني رايه بحس ان انا لا مش مقتنعه فبفضل مصره على رايي برضو. لا اهلي هم اكتر ناس ممكن تساعدني. لا انا شايفه ان ممكن صحابي واهلي يساعدوني ان انا ممكن اغير من نفسي. صحابي بيعملوا مجهود كتير قوي، بيترمي في الزباله بس ما بعرفش برضه. اهلي في جزء شويه بس برضه اكيد انت عليك جزء الاكبر يعني. واحد بس كان معايا في رايي، واحد بس قال عايز يتغير ينزل الجيم، الباقي كله عايز ما يبقاش حساس، واللي ما يبقاش بيتعاطف مع صحابه، واللي عايزه تتغير عشان حاجات تانية كتير، واللي زعلوا في حياتهم فعايزين يتغيروا. فواضح ان كله النهارده عميق، وانا الوحيده اللي عايزه ابقى انسان جديد في حاجات ليها علاقه بالصحه وبالاكل وبالطريقه بتاعت النوم، ونصحى امتى وننام امتى، وناخد بالنا من صحتنا وحياتنا. بس خلاص يعني طالما اتقسمنا كده الفريقين، فانا مش شايفه ان ده غلط ولا ده غلط. اللي بيعرف يتعلم من الموقف اللي حصلت له، وان هو ياخد موقف صح بعد ما يمر باكسبيرينس معينه، ده طبعا حاجه مهمه. واللي لسه ما شافش حاجه من الحاجات اللي انا بتكلم عليها، اللي هو لسه الحمد لله صحتك كويسه وقادر تعمل حاجه تغير بيها حياتك، اعمل كده عشان ما تعملهاش ليتر اون في وقت تاني وانت مضطر مغصوب. بالظبط. لا بس انا عجبني قوي ردود الناس في حاجات اللي هي قالت لك انا لو هتبقي انسانه جديده هتعملي ايه؟ قالت لك اقطع مع صحابي. يعني واضح ان الصحاب يا جماعه بعافيه الفتره دي، يعني يكون ناس تشتكي من الناس، والناس بتقول كلام للناس قالته لها بره. يا بنتي انا قلت حاجه، انا قلت لك انت قلتي لي حكيتي ان انت حصل لك موقف شخصي بقيتي مع حد. انا قلت ايه الموقف الشخصي؟ ايوه تحبي اقول؟ اتفضل. ما عنديش مشكله اقول. تحبي اقول مين؟ ايوه قلتي لي اسمها ايه؟ ايوه. لا بس ده طبيعي يا بنتي، كلنا حصل معانا، وكلنا حتى من غير مواقف بتشوفي فيديو مثلا على السوشيال ميديا، بتشوفي موقف قدامك في الشارع، بتشوفي حد كان عادي جدا كان معاكي في المدرسه مثلا، بعد كده بقى ما شاء الله حاجه كبيره جدا، فتقولي ايه ده؟ لا طب ما انا لازم بقى نقطه تحول مع نفسي، طب ما هو فلان او اكس من الناس عرف انا مش هعرف ليه. فبتحصل حواليكي حاجات كل يوم بتخليكي حاطه راسك على المخده، انا هقوم الصبح اعمل 1 2 3 4 5، بتحققيها بقى، بتحققي نصها، بتحققي ما بتحققيش حاجه خالص، حاجه ترجع لك على حسب الحماس ساعتها كان ايه.
فده من الاخر يعني. بس هو الحلو ان الواحد يحصل معاه مواقف على طول. وعلى فكره ان انت تاخدي قرار تتغيري دي حاجه مبشر كويس ان انت عندك لسه حته انا عايزه اطور من نفسي. في صح. ناس لا مبالاه في صح. ناس والله يا جماعه سقطت نجحت اترقت ما اترقتش جالها فلوس زياده ما جالهاش حبت طلقت ما هي هي يعني لا مبالاه لا تبالي الحياه. بس ده مش حلو ده محتاج حد متخصص صح. لكن فكره ان انت كل شويه عايزه تقفي مع نفسك واقفه دي حاجه صحيه جدا بحس ان هي حاجه لطيفه من غير جلد ذات يعني من غير جلد ذات او ما يعني يعني ما تقلليش من نفسك. بس لا يا جماعه لينا اتغيرت خالص قعدتها معايا اثرت يعني عليها جدا ما شايفه اتجننت. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا استنونا. ورجعنا لكم تاني ومكملين حلقتنا بقى وجاء وقت الاخبار الغريبه. وزي ما قلت لكم كده في الانترو النهارده الاخبار كلها عن الحيوانات والطيور. فاول خبر معاكي لينا عن طائر. ريشه. الريشه اللي احنا كنا بنتكلم عليها بس مش ريشه تيلو هي ريشه من طائر انقرض فاتباعت في مزاد بحاجه هلاميه. عايزين اقول انا الاول الريشه بتاعتي. طيب ماشي يا جماعه. واحنا النهارده يا جماعه هنتكلم معاكم عن اغلى ريشه طائر يمكن تكون اتباعت في مزاد. هو الطائر معانا اهو منورنا على الشاشه تحسيه اصلا هو عادي شفتيه امبارح على الشجره يعني ازاي ايه ده وده منقرض بجد والله. طيب هو عرفته منين؟ عرفته منين بقى جماعه؟ الطائر ده اسمه الهوايا وهو جنسيته نيوزيلندي. وصدق او لا تصدق هم بيبيعوا ريشه وزنها 9 جرامات في مزاد. ويا سهى تفتكري اتباعت بكام الريشه اللي انت شايفاها متعلقه اللي هي بصي اللي هو ممكن اجيب لكم احلى ريشه من احلى عصفور كتكوت وهتبقى لونها لذيذ جدا بالزبط. عادي مش ابيض في اسود. الريشه دي يا سهى اتباعت بمبلغ حوالي بما يعادل يعني 47,000 دولار نيوزيلندي. بس 27,000 دولار نيوزيلندي بما يعادل يعني 28,000 دولار امريكي. يعني يا جماعه رقم مهول على 9 جرام ريش من طير مش منقرض. ريش ريش يعني اللي هو الريشه وزنها 9 جرام. انت لو شفتي الريشه متعلقه عامله ازاي يعني فين الريش؟ طبعا عمل فين الريش؟ تويته. لا عايزه اقول لك اصلا التوقعات الناس دي داخله المزاد وهي الريشه دي وزنها او سوري يعني هتتباع اخرها سقفها من 2000 ل 3000 دولار ده سقفها. وده اللي كان بس هو بيقول لك الموضوع عدى الفلنكات وعدى التوقعات وقعدوا يعلوا على بعض في المزاد لغايه ما اتباعت بحوالي 28,000 دولار امريكي وده رقم كبير جدا. فبتعتبر الريشه دي من اغلى ريشه اتباعت في العالم لانها حققت رقم مهول. بيقول لك الريشه دي وصلت ان هي بقت اعلى من 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 الذهب. يعني تخيلي انت معاكي ريشه عصفور منقرض اغلى من الذهب بكتير. فطبعا الموضوع عمل ضجه على السوشيال ميديا. وطبعا طائر الهوايا النيوزيلندي ده هو من اكبر انواع الطيور الحربيه في نيوزيلندا وهو معروف طبعا بتغريداته الجميله. و ما علينا انا عايزه اعرف هم هيعملوا ايه بالريشه دي. خلي بالك في ناس عندها هوس المزادات يعني في ناس بتشتري. انا انت بتفهمي الكلام ده؟ اصل انا فعلا ما بفهمش يعني ليه دليل. اروح اشتري في مزاد حاجه قديمه او حاجه ممكن ما يكونش ليها استعمال عندي واقعد ازايد واحط فلوس وانت ومراهنات ونقعد نزود على بعض. لا انا عايزه اقول لك في ناس بتدفع قولي 28,000 دولار ده مش رقم ده في ناس بتدفع مليارات مليارات في لوحه مثلا مليارات في مش عارفه المنيو دي منيو ولكن في سفينه تايتانيك اللي لقوها بالصدفه دي اتباعت بملايين. كرسي مكسور من ايام الملك ما اعرفش مين مش عارفه بورنيطه فيها ريشه كده قديمه ومقطعه اتباعت مش ففي ناس عندها هوايه المزادات وان هي تروح. خلي بالك هما مش بيبصوا على قيمه الحاجه دي وتاريخها على قد ما فكره المزاد. لا انا اعلي وهكسب محدش هيكسبني. في ناس عندها فكره اللي هو التحدي انا مش هخسر. فيا جماعه طلع طائر الهوايه نسيت اسمه الهوايا ده يا جماعه نيوزيلندي اخر مره حد شافه كانت سنه 1907 وطبعا هو من الطيور اللي ما بقتش موجوده وانقرضت فعشان كده سعر الريشه معليه من سعره.
انا هقفل موضوع الطيور ده وهروح عندك للقطط. عندك ايه بسرعه؟ يعني حاسه ان انا دمي فار. طبعا انا مش عارفه ليه، هل دي مؤامره ولا حاجه ان هم الاعداد حبايب قلبي يجيبوا لي خبر عن قطه وهم عارفين انا غلاوه القطه دي في قلبي. بس انا هقول لكم خبر من امريكا عن قط اخذ دكتوراه فخريه، يعني بقى القط بقى دكتور وانت لا، عاجبك كده؟ والله بس هو قمر خلاص يعني. القط ده اخذ دكتوراه من جامعه في امريكا ليه؟ علشان هو بيكرموه اللي تعاملوا طريقة التعامل الودودة اللي مع الطلبة ومع الدكاترة الموجودين في الجامعة، وان هو بيحميهم كمان من الفيران. هو دايما هما ادوله الدكتوراه الفخرية دي علشان هو القط ده اسمه ماكس، ودايما الطلاب بيحبوا يلعبوا معاه ويتعامل معهم بطريقة لطيفة وبيساعدهم ان هم ما يبقاش فيه ولا فيران ولا حشرات في الجامعة، على طول بيطارد كل حاجة بتظهر. والقط ده كمان ساكن قريب من الجامعة، هو مش متربي في الجامعة ولا حاجة، لا هو ده في عيلة عايش عندها وعيلة بتهتم بيه، بس هو تحس ان هو عنده ميعاد الصبح يلا انا طالع على الجامعة علشان اراعي الناس اللي هناك في الجامعة واشوف ايه الدنيا. وطبعا القصة بتاعت القط دي مش اول قصة تحصل في وقتنا ده، ان هو حيوان ياخد اوراق معتمدة ان هو اخد دكتوراه فخرية. في حيوانات بتورث حضرتك، ده في ناس بتسيب ثرواتها ملايين للكلاب والقطط وكده. فعندنا بقى في كلب قبل كده عنده 8 سنوات برضو حصل على الدكتوراه الفخرية في الطب البيطري في جامعة للتكنولوجي جامعة فيرجينيا. وفي كمان عندنا من الحيوانات اللي أخدت دكتوراه برضو في حصان أصيل عنده 19 سنة، الحصان ده اسمه دكتور تادي، حصل برضو على الدكتوراه الفخرية من جامعة كاليفورنيا، وده علشان هو كان زي عامل هو المعلم أو رئيس الخيول في المكان. فطبعا مش أول حيوان القط ماكس ياخد معانا دكتوراه فخرية، فذكرت لكم أنواع الحيوانات التانية اللي أخذت الدكتوراه، وصراحة حاجة شعور لذيذ منهم. بس أنا عايز أعرف، هو الحيوان طبعا بيكون حاسس بكل حاجة، بس فكرة الدكتوراه لا يعني طبعا مش مستوعب فكره اللي هو في اوراق ودكتوراه وكده، بس هو اكيد حاسس من المعامله ان في حاجه بلس، يعني في حاجه زياده، اللي هو دكتور ماكس اتفضل، فاهمه؟ اللي هو واحنا قاعدين طلب وننحت في الكتب وهو عشان بيصطاد له حشرتين وفارين. فالموضوع بصراحه مضحك قوي يعني. المهم خلينا بقى نروح لفاصل ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا معاك، وخليكوا دايما معانا وما تروحوش في اي مكان. ولسه مكملين معاكم عيش سعيد، ودلوقتي معانا فقره مهمه جدا لضيف عزيز منورنا النهارده، وهنتكلم عن حاجه مختلفه يمكن احنا طول حلقات عيش سعيد ما كلمناش عليها، وهي رياضه الفروسيه. انا بصراحه بشوف كده لما بقلب في التلفزيون بتفرج على بطولات، او الواحد يكون كده بيتفرج على هنقول مباراه ليها علاقه بالفروسيه، بيبقى قاعد كده فخور وقاعد مبسوط قوي بالاداء، وان الموضوع قد ايه جميل وقد ايه حلو، على قد ما هي رياضة ممتعة بس هي رياضة صعبة جدا جدا، مش اي حد بيتمكن ان هو يعرف يظبط الموضوع، ومحتاج تمارين كتير ومحتاج ارشادات ومحتاج طبعا كوتش يبقى متخصص ومتابع الموضوع. النهاردة يا جماعة نتكلم بالتفاصيل يمكن عن رياضة الفروسية، عشان احنا ما اتكلمناش عليها جدا او قوي يعني في عيش سعيد، وكمان تعالوا نشوف مصر حققت ايه في رياضة الفروسية ووصلت لايه. كمان كان في بطولة العالم مصر شاركت فيها الفروسية في بلغاريا، في الموضوع لذيذ جدا وفي يمكن اسرار وحاجات كتير يمكن ما نكونش احنا على علم بيها. فتعالوا النهارده كده يعني نستمتع بضيفنا النهارده وهو بيكلمنا عن جمال رياضه الفروسيه والانجازات الجميله اللي مصر حققتها. منورنا النهارده الكابتن الجامد جدا خالد السنباطي، وهو المدير الفني لمنتخب مصر الفروسيه الخماسي الحديث. ازي حضرتك يا كابتن؟ منورنا. ازي حضرتك يا كابتن؟ وطبعا انا مبسوطه لان انا كمان انا بحب الفروسيه من زمان كويس، وكان نفسي وكان نفسي صراحه ابقى فارسه. بس الفكره ان هي رياضه مش سهله، والناس فاكراها كده من بعيد، ده حصان ده طيب نطبطب عليه شكله حلو كده، بس اللي ما نعرفوش ان هو برضو كائن
وليه تفاصيله كتير ومش اي حد يعرف يسيطر عليه، فمش اي حد يقدر يبقى فارس. فعايز اعرف بقى الباك جراوند، حضرتك بدات من امتى وحبيت الرياضه دي امتى ودخلت فيها امتى؟ هقول لك اهلا بيكم الاول، طبعا مبسوط جدا اني معاكم. احنا اكتر ربنا يخليكم. انا بدات صغير خالص يعني 8 سنين تقريبا، والموضوع تطور من في الاول خالص طبعا زي ما حضرتك كده بحب الخيل وعايز وانا صغير يعني فبدات امارس اللعبه واتعلمها، وبعد كده مشاركات بقى كفارس في البطولات المختلفة الفروسية، فيها كذا جواها كذا هنعرف نوع. الأنواع بتاعتها دلوقتي بعد ما نعرف القصة من حضرتك. والموضوع تطور بقى بعد كده للتدريب، وبعد التدريب مدير فني المنتخب الخماسي الحديث. دي كانت دراستك؟ يعني أنت درست حاجة تخص الموضوع؟ لا أنا درست بانكينج يعني بانكينج أصلا. واشتغلت في البانكينج ولا لا؟ خالص كلها هي الفروسية، كان فاملي بزنس وبعد كده الفروسية هواية لحد ما تطورت للتدريب. أول حاجة طبعا عايزة كمان أبارك لحضرتك على البطولة المشرفة اللي كانت في بلغاريا واللي مصر شاركت فيها. الحمد لله ربنا أكرمنا هناك. حاجة مشرفة وحاجة جميلة، وإحنا عايزين سبوت لايت قوي على الحتة دي، يمكن لأن أنا بحس وناس كتير يمكن تكون بتحس إن الرياضة الفروسية مالهاش قوي اهتمام زي بقيه الرياضات، يعني هي طبعا في ناس بتحبها وتهتم بيها، بس يمكن ناس كتير ما تعرفش ان كان في لسه من حوالي اسبوعين بطوله لمصر بتشارك فيها في بلغاريا، فدي حاجه جميله ومشرفه قوي. وهقول لحضرتك حاجه، خلينا باول نفصل بين الخماسي والفروسيه. الخماسي هو 5 العاب انا بمرن الفروسيه فيهم. للناس اللي مش عارفه، بس الخماسي هي لعبه يعني تانية بس جواها العاب تانية مختلف. يعني نفس اللاعب بيلعب 5 العاب. 5 العاب بيشمل ايه بقى؟ السباحه، سلاح شيش، فروسيه، جري ورمايه، او رمايه بالمجهود، يعني هو اسمه كومبايند، بيبقوا جري ورمايه في ايفنت واحد، في حاجه واحده في وقت واحد. واللاعب بيلعب ال5 العاب او ال5 رياضات في يوم ده واحد. ده سوبر لاعب، ده ما شاء الله يعني نفس اللاعب بيلعب ال5. هو بيصحى يعني البطوله بتبقى ال5 العاب في 90 دقيقه. دلوقتي النظام الجديد بقى 90 دقيقه، فهو بيبدا بالسلاح، فروسيه، سباحه، وبعدين جري ورمايه في وقت سوبر مان ده. هو بصي، حياه الرياضي الخماسي صعبه جدا طبعا، يعني تمرينه من الفجر لحد الساعه 8 بالليل، في النص بقى بريكس. في النص في مدرسه ولا ما فيش؟ في مدرسه في النص يعني بيصحى الفجر بنسمح بشويه مدرسه. هو دايما يقولوا يعني الفجر في الميه، يعني طبعا معروف فجر ينزل سباحه على الميه على طول، وبعدين ينزل يطلع المدرسه ويرجع يكمل او يطلع الجامعه، يعني طبعا الخماسي عموم. انا عايزه بقى اعرف اكتر عن البطوله دي، كم حد شارك فيها، حققتوا المركز كام، الكلام ده كله. دي من اسبوعين، دي كاس عالم في الخماسي الحديث في بلغاريا، هما السنه فيها 4 كاس عالم، وبعدين نهائي كاس عالم، وبعد كده بطوله العالم. ده دول 6 ايفنتات بتوع الخماسي في السنه. دي كان كاس عالم رقم 4، وكان معانا 3 لاعبين و4 لاعبات. الحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا مركز تاني وتالت. حلو قوي. للولاد، ومركز تالت بنات. واخدنا مركز اول في الميكس، يعني في يوم الاخر يوم بيبقى ميكس ولد وبنت بيلعبوا كل حاجه ريلي اسمه تتابع. فكان مجموعه ميداليات الحمد لله. كان حاجه لطيفه ومشرفه. خلينا نقول برضو ان في سلسله كاسات العالم اللي هي السنه دي اللي هي مؤهله للاولمبياد، هم 12 ميداليه مصر جابت منهم 8. ما شاء الله، ما شاء الله. رقم يعني كاس عالم واحد كان في مصر، وبعد كده كان في شهر 2، وبعد كده تركيا، وبعد كده انقره، وبعد كده المجر، وبعد كده بلغاريا، والنهائي في تركيا برضو. طب كابتن خالد، عايز اسالك، انت بتقول دلوقتي ان هو بيبقى في بنات وفي شباب في اللعبه دي، هل اللعبه دي بتفرق في القدرات البدنيه؟ لان برضو انت اخدتي بالك، برافو عليكي والله. القدرات البدنيه للبنات مختلفه عن الولاد، واللعبه الخماسي زي ما بنقول في 5 العاب مختلفه بتتلعب، ومش كلهم العاب، هي مش تنس زي ما قلنا، هو ده حاجات كلها رمايه وفروسيه وسباحه. بيبقوا مميزين في حاجات، واحنا جالنا هنا ابطال شيش قبل كده من البنات، وهي لعبة يعني فيها خطورة برضو، سلاح الشيش. بصي، ده برضو اختلاف بين الخماسي وبين الفروسية. الخماسي فيه ألعاب بدنية وألعاب مهارية وألعاب مهارية. الفروسية لعبة مهارية. ففي الفروسية الولاد والبنات بيتنافسوا في نفس الكلاس، يعني بيبقى الكلاس مثلا ارتفاع معين،
في ولاد وبنات. في الخماسي لا، الخماسي الولاد لوحدهم والبنات لوحدهم، لان في العاب بدنيه زي الجري والسباحه. مش هقارن القدره البدنيه هنا وهنا، القدره البدنيه طبعا مختلفه بين الولد والبنت او بين الراجل والسيده يعني. عشان كده هي منفصله في الخماسي، لكن في الفروسيه مع زي بعض، هي واحد لان القدره البدنيه ما فيش عليها عامل كبير، هي العامل اللي اهم حاجه يبقى فت اكيد، لكن هي مهاره. طيب انا عايزه بقى اعرف من حضرتك والناس اللي هي انترستد جدا، في ناس ممكن تكون عايزه تنضم للموضوع ده، وايه ده، دي حاجه مختلفه، ايه انواع الفروسيه عموما يعني؟ طيب. انواعها ايه؟ لان انا حاسه ان الموضوع طلع لا هو مش مجرد اللي احنا بنشوفه، انا كنت فاكره الفروسيه هي حاجه واحده بس اللي هو بس سبق او اللي هو بننط الحواجز وخلاص، بس حاسه الموضوع كبير. خلينا يعني ناخدها بالتدريج واحده واحده كده. الفروسيه اهم ميزه فيها انها ملهاش عمر، ملهاش سن. يعني يمكن ينفع انا ابتدي دلوقتي؟ طبعا طبعا، اوعى تتقلبي بس. لا ان شاء الله. ان شاء الله عايزينك معانا هنا في الكنبه دي، ناخد اجازه بس سبتين يعني، سبت في حد اثنين ثلاثه ما تقلقيش. اهم حاجه يبقى عندك وقت. عندي وقت بعد ما اخلص عيش سعيد هاجي لك على طول. تشرفيني. خلينا نقول ان اهم حاجه يبقى ملهاش سن، يبقى فت. فت بقى يعني هو عنده لياقه، لياقه بدنيه ومحتاجه شويه يعني يبقى قلبنا جامد شويه، ما طب يبقاش فيه خوف. طب ليه؟ لان هو اصلا انا بحس الفارس ده هو ما بيعملش حاجه. لا لا لا، دي اكبر بصي اكتر حاجه ممكن بتوجع بتوجع الفرسان يعني. انا يعني برضه بتكلم من وجهه نظر بتوجع. الناس اللي ما لعبتش. ايوه بالظبط، زي عارفه اقول لك ايه، لا هو بيعمل كل حاجه. لا هو فكره ان انا بالانس اصلا نفسي على دي اول خطوه. طبعا يعني البالانس ده عايز لياقه يعني. بالظبط، بنبدا مع اي مبتدئ او اي فارس او فارسه عايز يبدا، بنشتغل في الاول على البالانس وبعد كده كنترول. ففي المراحل الاولانيه مفيش خطوره تقريبا. لا هو اصلا لازم كل عضلات جسمه تبقى شغاله، لان هو مش بيبقى قاعد على الحصان، مش قاعد زي لا لا هو ماسك شادد نفسه بطريقه معينه، ولا شادد، هو متوازن زي العجله. حضرتك لما بتركبي عجله في عضلات شغاله وعضلات مرتخيه، صح؟ في عضلات انت ماسكه سرج، لا جدون في العجله، بنتكلم على العجله. ماسكه الجدون ورجلك بتشتغل بتبدل. فبس بقيت جسمك ريلاكسد. فالحصان برضو عشان نكسب البالانس المطلوب فلازم ابقى انا متوازن من غير ما بكون مشدود. اوكي تمام. ليها تكنيك بيجي مع التمرين، مع المايلج. مايلج الفروسيه مايلج زي الطيران. يعني كل ما انت ركبت قد ايه او طرت قد ايه، الطيارين بيحسبوا الرانك بتاعهم بالمايلج، طار قد ايه. اوكي. والفروسيه نفس الكلام، مايلج انا ركبت قد ايه فانا هيبقى عندي خبره قد ايه. اوكي، فهي ملهاش سن معين. ملهاش سن. لازم يكون عندي شويه لياقه بدنيه او باك جراوند. وطبعا الوزن مهم جدا. هو اكتر حاجه ضد الفروسيه الوزن. لان هدخلكم في تفاصيل بسرعه كده، ان الحصان بيقدر يشيل 20% من وزنه ويؤدي بيهم بكفاءه. 20%، واحنا لو قلنا ان هو متوسط 500 كيلو، من 400 للخيل المصريه ومن 500 600 للخيل الاوروبيه. فال 400 كيلو ال 80 في ال 20% بتوعهم 80 كيلو. ف 80 كيلو يبقى هو عامل اقصى مجهود. اوكي. بلس ان الفارس لو هو ازيد من كده فهو مش هيبقى قادر يؤدي المطلوب منه بكفاءة يعني. اوكي حلو قوي، دي معلومة مهمة قوي. بالظبط. طب انواع بقى الفروسية، رياضة الفروسية. رياضة الفروسية هي دي الكلمة العامة. عندنا يجي تحتها السبق، قفز الحواجز، الدراساج اللي هو الترويض. معلش انا مفيش ره فعادي. لا الترويض هي الترويض دي عباره عن تدريب الحصان نفسه على مهارات معينه. هو دي في الاول تدريبه، بس في البطوله انت بتادي بقى الحركات دي. الحصان مطلوب منه كذا حركه. هو الارينا بتاعتها او الملعب بتاعها هو ملعب 20 في 60، عليه سور صغير، عليه في اماكن معينه احرف معينه. فبيبقى الاختبار بتاعها بيجي لنا زي السكريبت بتاعكم، ان حضرتك هتعمل من الحرف كذا حرف كذا حركه اسمها كذا، ومن الحرف كذا لحرف كذا حركه اسمها كذا. وبيبقى قاعد حكام في كل ركن وبيقيموا بقى بيقيموا الحركه بالظبط دي، ومكانها مظبوط ولا لا، وفي انسيابيه في الحركه ولا لا، في ريزيستنس من الحصان ولا لا. دي مشهوره عندنا في مصر ولا موجوده بره؟ هي اقل من قفز الحواجز او الشو جامبنج،
بس موجوده. وانا لسه من السنه اللي فاتت كسبان تاني افريقيا فيها الحمد لله. الله مبروك ما شاء الله. فانا بتخصصي الدراساج والشو جامبنج. في يجي بعدهم بقى حاجه اسمها الكله. الكله اللي هي التن بيجنج اللي هي التقاط الاوتاد. اكيد شفتوها ممكن بقى في العروض العسكريه او كده، ان هو يبقى راكب الحصان وبالسيف او بالرمح يجيب وتد من على الارض. ما شفتهاش لا انا كمان ما شفتهاش بس يعني بس اكسبيرينس يعني معلومات لطيفه. دي موجوده طبعا موجوده في مصر. والبولو اللي هي طبعا اللي هي زي الجولف كده زي فرقتين وزي كوره يعني. وبصراحه انا ما مارستهاش فمش هقدر اقول معلومات عنها. البولو لا بس دي اصلا مش بيتهيألي مش موجوده. موجوده لا موجوده. انا وماي كازنز بيلعبوها بولو بيلعبوها. مش هقول المكان عشان ما يبقاش ما انا مش عايزه اقول. هو مكان واحد في مصر مكان يعني. واحد تقريبا او مكانين بس هي حاجه جميله يعني. بص انا ما عنديش معلومات كتير عنها عشان ما اقولش كده. مش منتشره يعني. هي مش منتشرة خالص بثقافه كبيره في مصر يعني. بس في ناس قليله قوي بتلعبها يعني بس معروفه يعني. ويمكن برضه عشان مش اولمبيه فهي دي برضه خلاها مش منتشره قوي، لان عندنا في جوه الفروسيه في رياضتين اولمبيين اللي هم الشو جامبنج والدراساج. وفي بقى في حاجه كمان بس انا مش موجوده في مصر وما اولمبيه برضه بس انا مش موجوده في مصر وما اعرفهاش اللي هي بتبقى عربيه وبيشدها اربعه محصنه وبيمشي في تراك كده بيبقى طب ما دي حلوه دي يعني. دي على الاقل معاك اربعه شنوكي تمام يعني. دي مش موجوده في مصر يعني. بس دي انا حاساها فسحه قوي لو حنطور شبه حنطور بس في ثلاثه معاكي مع الحصانه فبيشيلوا الليله يعني. طب عايزه اسال حضرتك لما بيكون عندنا بطوله معينه هل احنا بنستخدم الخيل المصري ولا بنستعين بخيل اجنبي؟ بنتكلم عن شو جامبنج او الفروسيه مش الخماسي. اي بطوله لينا هل بيشترط ان احنا يبقى الخيول اللي معانا في البطوله خيول مصريه؟ في مصر الاتحاد الفروسيه مقسم البطولات بدرجات. فالدرجه السادسه متاح فيها او مسموح فيها الخيول المصريه. هي ارتفاعها تقريبا 90 سم الحواجز. الحواجز اوكي. بعد كده اللي هو من اول متر اللي هو الدرجه الخامسه والرابعه لحد الدرجه الاولى دي اتسمصت ان هي خيول اوروبيه. عايز اعرف اعلى درجه في نط الحواجز كام في مصر ولا في اعلى حاجه في الدنيا في الاولمبيات؟ 160 160 وعرض 2 متر. ده انسان. في حاجز اسمه اوكسر ده بيبقى عريض فيبقى 160 وعرض 2 متر. عرض 2 متر ده يعني عايز الجامب تبقى يعني عارفه اللي هو شويه طاير في الهواء يعني حبه حلوين طاير في الهواء. في مومنت كده فوق هي مش شويه مومنت كده واحد زياده. لا ما 2 متر برضه يعني بالعرض كتير. طب احنا اتكلمنا لا وفي انا اسف هقطع. لا اتفضل اكيد. في انواع السدود بقى فلو انت عايزه العرض ده ففي سد اللي هو 4 متر بس بيبقى ميه على الارض مش ارتفاع لكن لقدام يعني ما ينفعش ينزل في الميه دي لازم لو لمس الميه بيبقى 4 درجات. انا بقى عندي هنا السؤال اللي انا هموت اساله من ساعه ما بدانا. احنا اتكلمنا يمكن على البني ادم كتير. الكلام بقى على الحصان نفسه هو برضو اكيد محتاج تدريب وتمرين زيه زي الفارس نفسه طبعا. لانه هو برضو عليه عامل يعني بحس اللي هو تقريبا 50-50 يعني خلينا نقول 51 للفارس و49 بصي هي مقوله يعني في الفروسيه احنا شركه بس انا باخد 51 عشان انا اللي هقول لك هنروح منين بالظبط. بس هي نفس اللي بتقوله لينا ده معناه ان لازم يبقى علاقتي بالخيل انا وهو طول الوقت مع بعض ما ينفعش تبدل لي الخيل اللي انا رايح العب بيه. ده ما هو ده ملكي ما ده بتاعي ما في الفروسيه مش في الخماسي بقى بنتنافس بالخيل بتاعتنا يعني كل فارس حصان بتاعه الخيل بتاعه اللي مربيه اللي بيعتني بيه اللي بيمرن اللي هو معاه. على الاقل بيتمرن بيه يعني مش برضه مش هنقول مربيه قوي يعني ممكن يبقى انا شارين النهارده وركبته سنه وهنافس بيه بعد كده فبيبقى في طبعا في بوند لازم يبقى في علاقه بيني وبين الحصان. بس في الخماسي ما بشوف الحصان لاول مره لا خالص اول مره خالص ودي من التحديات او التشالنجز اللي موجوده انا احبه في لا مش هنحب بعض بقى احنا هنتعرف على بعض في 20 دقيقه اصلا من اول نظره احنا هنشوف هنعمل ايه متاح 20 دقيقه وبعد كده ادخل اعمل الكورس اللي هو وعندي في ال 20 دقيقة عندي خمس ترايلز جامبنج
اوكي. طب نرجع للسؤال اللي هو بتاع الخيل نفسه. هاي. اللي احنا اتكلمنا فيه، احنا قلنا 49 51. تمام. الخيل بقى بيتم التعامل معاه ازاي؟ وبرده عايزين نقول الانسان برده يبقى فيه لغه حوار، فيه بنتكلم بناخد وبندي، هنريح هناخد شويه فيتامينز هنقوي نفسنا. والله الحصان عنده في نفس اللغه، مع الوقت بتلاقي نفسك انك بتعرفي اللغه دي. ربيتوا اي بيتس قبل كده؟ طبعا. تمام. انا ربيت بيتس كتير. ايه زي؟ طول حياتي كلاب وقطط وعصافير وسلاحف. طب انت بتعرفي لما هو ممكن بيبعت لك ساينز بيعرفك انا انا موجوع، انا جعان، انا عطشان. بس فكره مش بدخل بالكلب بطوله، فاهم قصدي؟ أيوة. اللي هو الموضوع ليفل اللي هو انت الحصان في عامل في مستقبلي، فاهم قصدي؟ ما هي برضه خلينا نقول ان دي من الحاجات المهمه قوي. طبعا. ان لازم الرياضه ما نخدهاش هي مستقبلي. يعني ايه؟ يعني انا بنافس او بعمل رياضه عشان ده روتين حياتي. اكسب يوم واخسر يوم. لان دي خدناه في حياتي او الشغف اللي انا بحبه بالظبط. دي كان في يعني عملنا لايف كوتشنج للكوتشز اصلا. يعني جبنا حد بتاع لايف كوتشز كان من امريكا للكوتشز. ما اقفلش حياتي على الرياضه. للعيب او الفارس او اللعيب في اي رياضه. انت حياتك مستمره. الرياضه هي جزء منها زي الاكل والشرب والصلاه. والرياضه ده البني ادم الطبيعي. مهم قوي عشان نرجع للنقطه بتاعتك، انا خدتكم في حته بسرعه كده. لا بس دي حاجه مهمه، لان في ناس باد لوزز لما بتخسر حياتها، يعني اللي هو بتجز قوي على نفسها وتقفل على نفسها وتكتئب. لان هو مش شايف حاجه بعد الرياضه بالظبط. لا انت يعني لازم عندك بخسارة. عندك حياتك زي الشغل. في ناس برضه بتتدفن جوه الشغل. بتبقى شغلها وهو مش شايف حاجه بره، هو ما بيعرفش يستمتع بحاجه ثانيه بره. فهو حياته الكومفورت زون بتاعته هي الشغل. نرجع للحصان بقى. نرجع للحصان. هو عامة يعني اللي اعرف اصدقاء يعني المربيين حصنة وكده عندهم اسطبلات، بيقولوا ان هو حساس جدا وان هو بيحس جدا وان هو طبعا يعني كائن بيحس قوي باللي قدامه، ودي حقيقة. يعني دي حاجة شفتها بعيني في حاجات. خلينا نقول ان الحصان في جزء اللي هو العاطفي ده اللي انت بتتكلمي فيه اللي هو بتاع التربية، وفي جزء رياضي. دي نماذج كتير قوي في خيل كتير قوي يعني كانت مرت عليا. في حصان بيخش الشو هو عارف ان هو في الشغل. اوكي. بيركز تماما. سبحان الله. ركز تماما وممكن الاتيتيود بتاعه يتغير، يبقى هو مثلا هادي، لا هو بيتحمس زياده. وبيركز جوه الارينا. احنا جوه الشغل. أوكي. يطلع من الشغل يرجع تاني هادي خالص وجميل مؤدب وجميل. وهو من جوه مش بيبقى يعني، انا قصدي يتحمس، مش بيبقى اجريسيف يعني. لا زي مثلا في سباق دلوقتي فهنقوم نعمل اقصى حاجه عندنا، جهد عندي خلاص خلاص السباق هقعد خلاص ريلاكسد بقى. طب عايزه اسال، في ناس كتير بتخاف من الخيل، يعني زي ما انت قلت دلوقتي الخيل ما شخصيات ممكن تتغير شخصيته جوه السباق حاجه والارينا حاجه وبره حاجه تانية. فهو ليه مود وليه شخصيه، وهي رياضه مش سهله زي ما قلنا. من مهاره الفارس يتحكم في المود ده شويه. انا عارف حصاني، عارف ان هو بيقلق من كذا. فانا اطمنه هنا. عارف انه وللمبتدئ طيب بيبقى في حاجات نظري مثلا غير العملي. في جزء نظري، بس احنا بنختار دايما الخيل الطيبه قوي. اسمها سكول ماسترز. خيل طيبه قوي دي بتبقى مفيده زي ما حضرتك كنت بتقولي للناس اللي بتخاف مثلا. فانا اوريدي انا جايب حصان هادي خالص ما بيرمش. عشان يبدا يتعلم عليه المهارات الاوليه. كان في باك جراوند كتير عندنا من حوادث حصلت ومشاكل وموضوع كبير. مش عايزين نخوف الناس والنبي. لا ما مش عايزين نخوف. انا بقول لك الناس بتخاف. لا عايزك انت تطمنهم. كل رياضه ليها ريسك. رياضه فيها طبعا. يعني الكوره ما بيجي لهم ساعات رباط صليبي ما بيعرفش اصلا يلعب رياضه طول حياته، ممكن وارد. الباسكت بول نفس الكلام، الهاند بول. خلينا نقول كل ما النولج بتاعه المدرب زادت فالريسك بيقل. ستيل موجود. او المخاطره بتقل. لان ممكن حد مش ممكن تمرين معين يبقى بشكل معين يؤدي الى خطوره. فلو انا مش شايف ان التمرين ده مناسب للشخص ده فانا بعرضه لخطوره يعني. عايزين نتكلم كمان عن البطوله اللي كانت في العاصمه الاداريه، اللي هي كانت البطوله العربيه العسكريه الفروسيه في اخر ابريل تقريبا. مش فاكر التاريخ بالظبط، بس طبعا دي كان حدث مهم جدا طبعا. بصي يعني
كان تشريف سيد الرئيس طبعا في البطوله، يعني ادانا انطباع بقى كاسره الفروسيه ان الفتره الجايه هيبقى فيه اهتمام زياده. اكيد. وده اوريدي بيحصل من الاتحاد دلوقتي طبعا دكتور اسماعيل شاكر رئيس الاتحاد والاعضاء المجلس اللي هم لسه تولوا المسؤوليه من حوالي 6 شهور او 5 شهور، وفعلا حصل يعني كلنا حاسين بالتغيير. يعني الموضوع دلوقتي بقى على سبوت لايت اكتر منظم اكتر يعني، وتطور كل يوم يعني تطور كل يوم. وهم اهتموا قوي بالنقطه اللي بنتكلم فيها، ودي حاجه هايله من الاتحاد بالتعليم. التعليم بصي البطوله العربيه هرجع لك ليها هي بطوله عربيه عسكريه شاركت فيها تقريبا حوالي 11 دوله. اوكي. مصر الحمد لله، ودي على فكره هي اول مره تتعمل. اول مره تتعمل البطوله نفسها البطولة العربية ولا قصدك في مصر؟ في مصر. فده شيء جميل ومشرف بسرعه. اول مره تتعمل اول مره تتعمل اصلا في العالم. في العالم اوكي. فاول مره تتعمل في العالم اتعملت في مصر. مش في العالم بقى، في المنطقه العربيه. اول مره تتعمل في المنطقه العربيه اتعملت في مصر في العاصمه الاداريه. العاصمه الاداريه في مدينه اولمبيه. المدينه الاولمبيه فعلا احنا كنا عايشين في حلم جواها يعني. مكان خيالي اول مره نروحه. لسه هو مفتتح قريب، كان في ماتش كوره تقريبا. معلش انا مش شاطر قوي في الكوره ف انا مركز في الفروسيه. فالمكان معمول بستاندردز الاف اي اي اللي هو الاتحاد الدولي. واو طب حلو قوي. واحنا يعني رحنا بطوله. العاصمه الاداريه مبهره يعني بصراحه، فيها كل حاجه جديده ومعموله بتقنيات حديثه جدا. هو اهم حاجه الستاندردز بتاعت الاتحاد الاتحادات الدوليه عشان تبقى نقطه جذب للبطولات بعد كده. صح. وده اللي حصل. ان المكان كل الفاسيلتيز اللي فيه بصي احنا رحنا في كل الدول العربيه تقريبا بطولات، وفي اوروبا. فاحنا يعني عارفه ايه، شفنا الناس وصلت فين وبدانا بعدهم. ما بداناش من الاول. هو لو احنا عندنا المكان المؤهل لان هو يستقبل بعد كده البطولات هتبقى البطولات بتتعمل في مصر. وده اللي حصل كده. حتى العرب اللي جم يعني جالنا البلاد كتير العربيه تقريبا 11 دوله اشتركوا. بالظبط. الناس المميزه قوي طبعا قطر وامارات، البلاد العربيه اللي بتحب كمان الخيول العربيه. فهم المكان بالنسبه لهم يعني هم فوجئوا بالمكان. حلو قوي. وبقت نقطه جذب ان شاء الله. ان شاء الله. وبالمناسبه دي برضو ان في الاتحاد العربي ده نشئ وكان دكتور اسماعيل شاكر اللي هو رئيس الاتحاد صرح ان الحمد لله بيتجهز دلوقتي لبطولتين هيتعملوا في مصر في اكتوبر وفي ديسمبر. بطولات دوليه. حلو قوي. فده برضه هيبقى دفعه جديده يعني. بصي كان الكلام ده بقاله فتره مش موجود يعني. بس الحمد لله يعني الاهتمام بيه. قبل ما نختم يا استاذ خالد، عايزه بقى حضرتك توجه رساله لاولياء الامور بقى، وان هم تشجعهم ان هم اولادهم يتمرنوا فروسيه او فروسيه خماسي يعني، سواء ده او ده. فنبتدي من سن كام ان احنا نودي الولد او البنت ان هم يروحوا يتمرنوا؟ من تقريبا من سن كام الفروسيه؟ من 7 سنين. اوكي. عشان بيبقى نطمن بس ان العظم اكتمل وان قادر يؤدي الحركات المطلوبه من غير ما يؤذي نفسه. حلو. لان هو ممكن الطفل يؤذي نفسه وهو مش حاسس. اكيد. تمام. الخماسي ما بيبداش بالفروسيه، الخماسي بيبدا بالسباحه والسباحه وبعد كده جري وبعد كده رمايه وبعد كده سلاح وبعد كده فروسيه. ودي لطيفه قوي لانها شامله كل الحاجات اللطيفه في ان واحد. ايوه. فدي حاجه يعني اللي هو كومبو مليون تمرين في تمرينه، فدي حلوه. لو انت عايز توجهي نصيحه بقى يعني بجد، ان طبعا فروسيه او غيرها رياضه. الرياضة ومش للمكسب. المكسب بتاع ربنا. لا الرياضة هي غذاء الروح يعني. ربنا بيجيبه. المكسب طبعا في اهتمام وفي وبتتعب في التمرين وبتأدي اللي انت بتعمله بشكل كويس. فربنا المكسب ده بتاع، فلازم الرياضة للرياضه مش للمكسب. دي اهم حاجه لاولياء الامور. اكيد. صحي الناس. استاذ خالد انت نورتنا. وهنيجي نتمرن خلاص. احنا اتفقنا. هي ان شاء الله هي انا عندي اصابات. الحصان هيصعب علي. انا هصعب عليه اصلا لو هي بنتي. لا اقعدي هنا. بصي هيبقى حصان طيب خالص وهي يلا يديكوا على الاستابل اللي هي حاجه صغننه كده. حاجه هاديه كده تمشي على سرعه 10 كده. اقل من كده كمان. لو استاذ خالد بجد نورتنا وحاسه ان احنا مبسوطه جدا
جدا ان انا عرفت كم المعلومات دي عن الرياضه اللطيفه دي اللي انا كان نفسي اعرف عنها اكتر. حضرتك بسطت لنا قوي المواضيع وفهمت لنا كده واحد واحد ايه اللي بيحصل. نورتنا في عيش سعيد، وان شاء الله بقى يعني الانترفيو الجاي نكون محققين على مركز يا رب ان شاء الله. عندنا بطوله جايه قريب بنحضر لها، عندنا في مصر عندنا نهائي الجمهوريه بنحضر له ان شاء الله، وعندنا بقى الحدث الاهم بقى الاولمبيات ان شاء الله عندنا في شهر 8 مشاركين في فيها باربع ابطال صح؟ اربعه باذن الله، ويدين وبنتين هيتحددوا ان شاء الله في خلال شهر. هم عندنا ناس كتير اتاهلت بس مصر في الخماسي عندها ويدين وبنتين بس. نتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله، والمره الجايه نستضيف الابطال اللي هيشرفونا في البطوله ان شاء الله. شكرا ليك استاذ خالد. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا، استنونا. ورجعنا لكم تاني علشان نكمل حلقتنا، ودايما بنسمع جمل كده في حته انا مش لاقي شغل، انا مش عارف ابتدي منين، انا الفرصه لسه ما جاتليش لحد دلوقتي. بس الجمل دي كلها في الحقيقه ملهاش اي اساس من الواقع، لانك لو سالت خبير تنميه بشريه وهيقول لك بالظبط ان كل الكلام ده ما هي الا حجج انت بتتسند عليها لحد ما تشوف الفرصه تجيلك زي ما بيقولوا على طبق من ذهب، وبعدين ساعتها تفكر فيها. اصلا انا مش عايز اشتغل اقل من مدير. منورنا النهارده خبير التنميه البشريه تامر شلبي اللي هيقول لنا كل الكلام ده حجج ولا كلام حقيقي. ازيك يا تامر؟ عامل ايه؟ اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. بدأتي بحاجه، انت نهيتي الفقره بحاجه عايزه انا بقى ابتدي بيها. تامر، ليه كل الشباب عايزه تتخرج تبقى مدير؟ خلينا بس نتفق على حاجه، احنا هنقسم الموضوع ده جزئين، نصين. النص الاولاني او زمان اللي هو وقتي انا شويه، خلينا نقول زمان. لا 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 مش كده يا تامر. لا كانت الناس دايما تقول ايه؟ كانت الناس تقول لك لا انا مش عايز اشتغل، انا مش حابب الشغلانه دي. فكانت الناس المشكله مش في الشغلانه، يعني المشكله مش ان انت مش لاقي الشغلانه، الشغلانه موجوده، بس المشكله ان انا بتبطر على الشغلانه، مش مناسبه ليا. زي ما انتم بتقولوا ان انا ببقى دايما انا عايز ابقى مدير، انا عايز اشتغل، انا عايز اخد اقبض اكس من الفلوس. فالناس كلها كانت او اغلبيه الشباب بيبصوا دايما ان لا انا مش عايز اعمل ده وعايز اعمل ده. فكانت المشكله هي بطاره اكتر من بطاله. حلوه قوي الجمله. كانت هي دي حقيقه. وكانت دايما بنقول المشكله هنا ايه؟ ان الناس ما عندهاش او عندها نوع من انواع القصور او التقصير في انك انت تبقى عارف تقيم نفسك. انت مش عارف انت فين. طب على اي اساس انت عايز تبقى في المنصب ده وانت ما عندكش الامكانيات او المؤهلات لده؟ صح. على اي اساس انت بتقارن نفسك بواحد بياخد المرتب ده؟ هو تعب قوي، وتعب دي مش معناها انه اشتغل على نفسه قبل ما يشتغل شغلانات كتيرة. لان شغلك على نفسك هو اللي بيخليك في وقت قليل قوي تقدر تاخد المنصب اللي انت عايزه وتقدر توصل للمرتب اللي انت عايزه. فهي مش فكرة انت اشتغلت في شغلانات كتيرة قوي، لان ناس كتيرة عندها الخطأ ده، يفضلوا يتنططوا من مكان لمكان على اساس ان ده سطر في السي في زيادة، وبيتخيلوا ان هو كده بيكسب خبرة. انت بتتنطط من مكان لمكان، وانت بيزيد لك ايه في المنصب اللي انت بتتنطط ليه؟ يعني انا لو بتنطط زي ما بيقولوا تدرج. احنا هل هو تدرج ولا هل انا بنقل عشان انا عندي مبلغ شويه زياده في المرتب بتاعي، بس ما باخدش اي نوع من انواع الخبره لان انا على نفس المنصب اللي انا اتنقلت عليه. فبالتالي بيفاجئوا ان هم بيفضلوا حياتهم كلهم، وده اللي بنسميهم في الميدل مانجمنت، ما بيوصلوش عمرهم. ممكن يكونوا وصلوا لحته معينه من المانجمنت، لكن عشان يوصلوا للتوب مانجمنت بوزيشن او بيبقى صعب جدا، لان هم دايما بيتحركوا بالعرض، مش ما فيش تدرج. في ناس بتبقى عندها الخبره والوعي والدراسه الكافيه مش بتعرف تحقق ولا توصل لأي حاجة، وفي ناس تانية ما بيبقاش عندها كل الإمكانيات دي بس بتعرف تسوق لنفسها صح، وبتعرف توصل لمجرد ان هي بتعمل لنفسها كده شكل او براند او حاجه كده معينه، فالناس تبقى شايفه انا صدرت لك الصوره ان انا خطيره وبعرف اعمل كل حاجه وبعرف امشي على السقف ده وكل الكلام ده، ولا فدان ويمكن يعني انا في الاساس ما اكونش شاطره زي اللي درس وعمل كورسز كتير ومش عارف ايه، بس هو مش عارف يقدم نفسه بشكل صح. الفرق ده
نقدر نعمله ازاي؟ الفرق ده هو ده اللي بيتضرب في الخلاط وبيطلع البني ادم الناجح. يعني احنا بنقول ان دايما البني ادم محتاج حاجتين، محتاج ان هو تكنيكال يبقى شاطر ودرس واشتغل على نفسه كويس قوي مهنيا، وفي نفس الوقت يكون عنده القدره انه يعرف يعرض ده بشكل صح، وهي يسوق لنفسه صح. بيبيع نفسه هو دايما بيقول لك بيعرف يبيع. الناس اللي بتعرف تبيع نفسها او تسوق لنفسها بالشكل الصح للاسف ما بيكملوش كتير، هم بالونه منفوخه وعند اول نقطه البالونه دي بتفرقع. ممكن يكون بس بياخدوا بوزيشنز، بياخدوا بوزيشنز بس ما بيكملوش. وخدي بالك دلوقتي انت عشان الاستمراريه، هي مش مهم انك انت بالظبط انك وصلت، المهم انك تستمر. زي بالظبط الناس اللي تقول لك الواسطه، والواسطه هي الواسطه موجوده على فكره وكتيره كمان، بس هي الواسطه هي ما هي الا فرصه انت بتاخدها، واول ما بتثبتش جداره قد الواسطه اللي جات لك او الفرصه اللي جات لك بتتقلش، خلاص بتتقلش. ممكن شخص يقدم لك الفرصه دي بس هو مش هيقدر يقدم لك استمراريه، او هيقدر يقدم لك ان انت تفضل في المكان ده كتير. بالظبط، عشان كده كنت دايما بقول، او الناس تقول لك اصل الواسطه دي حاجه، مش لا، هي الواسطه في حد ذاتها. انا بشوف ان ربنا بداك فرصه من خلال شخص انه يتوسط لك، لو انت مش قدها وعرفت تحافظ عليها وانت عند اول حركه تغيير هتتغير ومش هتدوم ليك، وهيبقى الا اللي لبى الواسطه دي هو عمل اللي عليه واداك الفرصه، بس انت ما كنتش قدها. صح. فعلشان كده بقول البني ادم محتاج قوي حته انه يعرف ازاي يقوي نفسه مهنيا ويؤهل نفسه ويقيم نفسه. دي مهمه جدا، انا لازم اكون عارف امكانياتي ايه، اقدر اعمل ايه وما اقدرش اعمل ايه. مش هكدب على نفسي، مش هكدب على نفسي. واحده عارفه البير وغطاه، وفي فرق كبير من انا اكون عارف امكانيات نفسي، وفي فرق ان يكون عندي طموح ان انا انمي نفسي. صح. لان في ناس للاسف ما عندهاش ثقه بنفسها. اكيد اللي بيحصل ان انا عشان ما عنديش ثقه فبقول انا مش هقدر، لا انا هقدر، بس لازم اشتغل اللي يقويني ان اوصل للي هقدره ده بالشكل الصح. صح. وبعديها اعرف ازاي اعرض ده، لان احنا في بنشوف عناصر كتيره جدا في مجتمع العمل بتبقى شاطره جدا، وللاسف عشان ما بتعرفش تسوق نفسها بيفضلوا طول عمرهم محطوطين في كورنر في حته معينه، والمشكله ان هم دايما بيبقوا راضيين بده، راضيين بقليلهم زي ما بيقول. وده عمرك خلاص، يبقى انت رضيت بده وانت هتفضل طول عمرك احسن واحد تعمل حاجه دي، بس ما تتطلعش انك تكون اكتر من كده. هل دول الناس اللي بنقول عليهم ان هم ما بيعرفوش يطلعوا من الكومفورت زون؟ يعني انا راضي بان انا بشتغل في كذا وبالمرتب كذا، طب خلاص ربنا يديمها عليا، انا مبسوط كده ومش عايز اريسك واروح واكبر واعرض امكانياتي في مكان تاني، او اقدم السي في او وات ايفر بقى الحاجات اللي هي لينكد ان والحاجات اللي بتساعد دي، علشان انا لو طلعت من هنا انا خايف من المكان التاني، انا خايف. صح. ان انا ما اعرفش اظهر قد ايه شطارتي، او انا هنا باين ان انا بعرف اعمل 1 2 3 وحافظهم وبعرف اعملهم صح قوي، طب انا لو طلعت بره هعمل 4 و5 ولا مش هعرف اعملهم، وهيبان ان انا عندي حته ويكنس فهقع في الحته دي. المشكله في ده ان هي دي بالظبط بترجع لعدم الثقه اللي احنا بنتكلم فيها. والمشكله ان الناس اللي دايما بتبقى عايزه تقعد في الكومفورت زون بتاعها بتبقى مش عايزه تطلع منه، وفي نفس الوقت بتبقى متضايقه وبتبص للي حواليها انهم بياخدوا فرص اكتر منه. صح. فهو الميكس ده بيرجع تاني لينا احنا بنشتغل على نفسنا وشايفين الامور ازاي. زي بالظبط الفرق النهارده ما بين واحد يقرر انه يسيب الكوربريت لايف ويفتح بزنس بتاعه، ده ريسك كبير جدا وعنده تحديات كتيره جدا. فالنهارده ويا صابت يا خيبت زي ما بيقولوا، هي نفس الكونسبت، انت بتسيب شركه عشان تروح شركه تانية علشان خاطر كاريرك. انت بتسيب مكان مش عشان خاطر انت مش بتكبر فيه، انت بتسيب مكان عشان مدير مش عارف يديك فرصتك انك تكبر فيه، فبتروح لمدير احسن. صح. يقدر يديك ده، والله اعلم، والله اعلم. فهو الريسك ده انك انت تقدر تاخده وتقرر انك تاخده، هو ده اللي بيخليك تقدر توصل اللي انت عايزه. مفيش نجاح من غير ريسك، بس ريسك محسوب، مدروس. نحسبها ازاي؟ مش قرار خاطئ، مش قرار طايش اللي هو لا على بكره لازم اتغير. عارف اللي هي الحمقه بتاعت بتجي لها كده الساعه 12 بالليل دي. ايوه انا هصحى بقى واحده جديده. لا لا، او بعد او بعد الميتنج، انت خارج من الميتنج انا خلاص وانا واخد القرار، شعلت حماس وبعدين. طب تامر نحسبها ازاي علشان يعني سوري ما تبص الدنيا خالص؟ انا دلوقتي حد قرفان مثلا من المدير ومن شغله ومن الكومفورت زون، خلاص حفظ طريقه شغله بقت محفوظه بالنسبه له، بعمل 1 2 3 وزهقت بقالي فيها مثلا 15 سنه بعمل نفس الحاجه، عايزه اتغير بس في نفس الوقت انا خايف ان انا اطلع من الكومفورت زون، خايف ان انا لو طلعت رحت عملت بقى مشروع ولا حاجه اخسر كل حاجه، ولا يبقى عندي بيز، ولا يبقى عندي اي حاجه اتسند عليها. احسبها ازاي عشان لو عملتها اعملها ده الريسك المحسوب.
طيب خليني اقول لحضرتك حاجه، هي مبدئيا لازم نبقى عارفين حاجه، انك انت لو قررت انك انت تسيب مكان، اوعى تكون فاكر انك انت لما زهقت من اللي انت بتعمله انك لما هتروح مكان تاني على نفس البوزيشن لمجرد انك غيرت المكان فانت هتعمل حاجه جديده. هتلاقي المكان ده انت بتعمل يمكن حاجه بطريقه مختلفه، بس هتلاقي عندك مشكله تانية هتظهر هتخليك زهقان من المكان. فهي اول حاجه انك لما تقرر انك تسيب مكان لازم تبقى عارف كويس قوي انت فين في المكان ده وعايز تسيبه ليه. لازم تحدد انت عايز تسيبه ليه. انا كنت لسه هسال السؤال ده، امتى اقرر ان انا اصلا ما ينفعش اكمل في المكان ده او ده مش مكاني؟ بتختلف. انا غير حضرتك غير حضرتك كل يعني مختلفه طبعا. مش انا مش قادر استحمل مديري ومعاملته ليا، انا مش قادر استحمل حد تاني، مش قادر يستحمل الراتب، في حد تاني مش قادر يستحمل الكالتشر البيئه بتاعه المكان، في حد تاني مش قادر يستحمل المشوار دلوقتي بقى عاطق كبير على موضوع انك انت الانتاجيه بتاعتك انك توصل للمكان. ايوه في ناس بتفرهد تقول لك انا عقبال ما اوصل لكم. الناس لو حد خلصت مثلا شغله في 6 اكتوبر وهو ساكن في مدينتي او تجمع او في اي حته وجاي المشوار ده تخيل هاي تيم مالهم يحصل ايه. طيب فتخيلي لما انت بتبقي جايه بتقعدي تسالي نفسك قد ايه على الطريق، انا بضيع قد ايه من عمري لمجرد الا لو انا بعمل حاجه عندي باشن. انا عايز اروح الحاجه دي عشان انا حابب ان انا اروح فتستحق ان انا اعمل ده. اسوي في المشوار والمجهود. لكن لو هو النهارده حاجه بعملها يعني ديلي انا ديلي بيس خلاص غصب عني ببدا افكر تفكير سلبي بيأثر على الانتاجيه بتاعتي. انت بتروح اصلا يعني فاقد نص الشغف في ان انت تعبت في خلاص الطريق. بقى. خلاص انا اصلا فرهدت في الطريق. غصب عنك دماغك شغاله في الكلام ده. فاول حاجه انت لازم تعرف كويس قوي انت عايز تسيب المكان ده ليه. تاني حاجه لما تقرر انك تسيب المكان لازم اختيارك للمكان اللي انت هتروحه، اوعى تحكم انك انت لو رحت مكان بتايتل اعلى منصب اعلى او بمرتب اعلى فده معناه انك انت اتنقلت النقله الصح. انت بتنقل من شركه او من منظومه لمنظومه يكون لها كيان ويكون لها اسم اعلى في انت ممكن على فكره كتير تنقل من شركه اصغر لشركه اكبر بس هي ليها كيان بمرتب اقل بس انت هتاخد خطوه في حياتك هتديك ادج في حياتك اكتر. فانت هنا حسبتها صح واتنقلت صح. انت ما بتبصش على المكسب القريب، انت بتبص تواجدك في المنظومه دي هتكسب ايه بعد كده، لان عندك كارير باث تقدر تتحرك جوه فتقدر تكبر اكتر. فانت اول حاجه لازم تعرف انت عايز تسيب ليه، تاني حاجه لازم تختار المكان بالشكل الصح، تالت حاجه لازم تعرف انت ازاي هتقدر تعرض وهنا بقى تسوق او تبيع نفسك لنفسك في المكان ده لو رحته، لانها لو الفرصه جت وضاعت منك للاسف ده هيأثر عليك بطريقه سلبيه وهيخليك تاني ترجع بتاعك لا وغير كده كمان ترجع تقرر لا خلي اللي يعرفه خلي اللي يعرفه احسن من ما يعرفوش يبقى هنا هقرر ما اخدش الريسك المحسوب. طب تامر عايزين نتكلم بقى عن حبايبنا اللي هم لسه بقى بيدرسوا او في اخر سنه جامعه ودراستهم ليها علاقه بحاجه معينه في كليه معينه وخلاص طالعين ان شاء الله لسوق العمل. في ناس كتير قوي بتدرس حاجات مش بتحبها وهي مجبره ان هي تدخل الكليه دي عشان مجموعه بابا ماما الكلام ده كله عشان هي المضمونه الحاجات اللي هي المسميات اللي بنسميها. فهي مثلا تقول لك بس انا هدرس ده وهطلع بقى سوق العمل اشتغل حاجه تانية خالص بص يعني ملاش علاقه باللي انا بدرسه ده. صح. فده طبيعي ده عادي. طيب لو تفتكروا احنا في اول كلامنا بدانا نقسم الكلام لجزئين، قلنا الجزء بتاع زمان والجزء بتاع دلوقتي. لا دلوقتي الوضع اختلف تماما. دلوقتي احنا كل حاجه في حياتنا اتغيرت، التفكير حتى للوظيفه اتغير. كل الناس اللي لسه بتدرس وعايزه حتى لو هي دخلت وده طبعا يعتبر الى حد ما هو موجود بس بقى اقل بكتير من الاول، انا داخل ده عشان خاطر ماما وبابا عايزين او انا برغبه وحلم العيله. كل ده موجود بس بقى اقل من الاول. دلوقتي بقى الفرص مختلفه تماما. احنا التكنولوجي غيرت كل حاجه في حياتنا. صح. خلتنا النهارده احنا من بيج نعملها على ايا كان حاجه من خلاص السوشيال ميديا نقدر نعمل بيزنس، نقدر نتحرك، نقدر نقول انا بعمل انا النهارده الاونر بتاع المشروع او الاونر بتاع الفكره فاوندر او كوفاوندر فالنهارده الموضوع اختلف تماما. وانا عشان كده بقول خلينا نستغل تغير التكنولوجي ده وخلينا لو احنا فعلا عندنا هدف وايا كان اللي اتفرض علينا قبل كده ممكن ما نكونش عايزينه، دلوقتي انت بقى عندك مجالات كتيره جدا تقدر تثبت فيها نفسك لو انت حاجه من الاثنين عندك هدف ولو انت فعلا عايز تبقى حاجه. صح. العيب الوحيد في اللي احنا فيه دلوقتي برغم ان دلوقتي بقت المجالات كتيره ان احنا الكومبيتيشن بقت المنافسه بقت عاليه قوي. وعشان تظهر في وسط كل ما المجالات بتزيد كل ما الكومبيتيشن بتزيد وبتبقى اصعب. عشان تظهر لازم يكون عندك هدف وتكمل وتشتغل على نفسك وتاكد ان ما هو انت انك تشتغل على نفسك انك تقرر انك تكمل. لانك تاكد تماما انك انت لو انت
ما تفتكرش العملية هتبقى سهلة، انك انت حتى لو نجحت في الاول انت تخسر مرة واثنين وثلاثة واربعة، وهتلاقي تحديات خمسة وستة وسبعة. اصرارك على نفسك هو ده شغلك على نفسك، وهو ده اللي هيوصلك للي انت عايزه. لكن لو استسهلنا زي ما كل الناس دلوقتي متخيلة ان سهولة او تواجد المجالات المختلفة اللي هتساعدنا ان احنا نبقى حاجة هي دي اللي هتوصلنا بسرعة، يبقوا غلطانين. طب تامر، في معظم المؤسسات او الشركات سواء مالتي ناشونال بقى بيسموها اكسترا مايلز، وفي الحكومه او في المؤسسات الثانيه بيسموها الموظف المثالي، وجوائز كتير كده بياخدوها في الشركات باشكال مختلفه وبمسميات مختلفه، بعيدا عن بقى كل المسميات، الشركات بتختار الموظف ده ازاي؟ لا احنا عايزين نعرف تامر شايف الموظف المثالي ازاي؟ يعني ابقى من المثاليين اللي بياخدوا الجوائز دي ازاي؟ طيب انا اللي حضرتك قلتيه ده بروجرامز مهمه جدا انها تتعمل، وانا بتحفز بتحفز بتعمل كومبيتيشن. حتى دي انا بقيت اشوفها بتاعتنا زمان، دلوقتي حتى دي اختلفت. وانا بشوف يمكن من خبرتي على مدار السنتين اللي فاتوا بالذات مع التغيرات دي، بدات انا اقعد مع نفسي علشان خاطر انا الكلاينتس بتوعي اللي هم زملاء اللي انا مسؤول عنهم في الشركات اللي انا مسؤول عنها وليا الشرف ان اشتغل معاهم، ايه اللي انا ممكن النهارده فعلا ابدا اشوفه فيهم علشان خاطر ابدا اعمل لهم نوع من انواع الريوردنج واحمسهم واحفزهم بالشكل الصح مع التغيير اللي حصل في السوشيال ميديا او سواء في التكنولوجي اللي احنا فيه. فبدات الاقي ان النهارده في مقياس مهم جدا جدا، ويمكن انا ده بدات اركز فيه جدا واشتغل عليه على مدار السنتين اللي فاتوا، انك انت مهم انك انت تكون عندك مهنيه كويسه، مهم جدا انك انت تكون عندك بتتحلى بالسلوك البروفيشنال، وكلمه بروفيشنال هنا ما بقتش زي زمان. يعني بروفيشنال زمان اول ما نسمعها نقول لابس البدله والكرافطه والراجل اللي بيتكلم بالقلم والمسطره، لا بروفيشنال هنا انك انت حتى يكون عندك قدر من الاونر شيب، انك انت لما تاخد تاسك ترد عليها، لما يجي لك طلب تقول ده مش بتاعي بطريقه صح. فهي حتى دي اختلفت. فبقيت اقول ان بضيف على مقياس انك تبقى بروفيشنال، وبقيت اقول انك تضيف على مقياس انك انت تبقى شاطر مهنيا، ان يكونك انت عندك نوع من انواع البليف في الفيجن، في الرؤيه بتاعه المكان، والفلكسبيليتي والنبي. طبعا انك لان في ناس بتوقف المراكب السايره لو بتصعب السهل. احنا بنتكلم من منظور احنا عايزين الموظف ازاي نعمله ريوردنج. اللي انت تكلمي عليه ده من منظور المنظومه هي اللي لازم يكون عندها قدر كبير من الفلكسبيليتي. احنا ما ينفعش النهارده بعد ما بقينا بنشتغل من البيت وبعد نرجع تاني نبقى بنحط الحاجه وعكسها. يعني انا بديك فلكسبيليتي فيها بس انا بخنقك في حته تانية. لا، لحد دلوقتي معظم الشركات وسبيشالي الاسماء الكبيره عندك معادك تسعة وربع، خلاص تخصم لك نص يوم. لحد دلوقتي لا، ولو انت يعني انا بديك، ولو هتقعد اكتر ما فيش اوفر تايم. انا عايز اقول لك، وده الغريب كمان، انت لو انت بتشتغل كمان يعني لو بتشتغل اونلاين او بتشتغل وحصل ده working from home، بتلاقي وضع، بتلاقي بتخصم من حته تانية او ما فيش مرونه من حته تانية. فدي من وجهه نظر منظور، لكن من وجهه نظر انا كتامر النهارده اشتغلت على ايه، وبشوف ان انا النهارده محتاج اكافئ الموظف ده في ايه. ان النهارده الموظف ده لازم يكون جزء لا يتجزأ من شركاء النجاح للشركه. ومين هم شركاء النجاح؟ هم الناس اللي بتشتغل وبتبليف فعلا في الرؤيه بتاعه الشركه. طبعا. مش بتيجي الشغل عشان تخلصه، هي بتيجي كل يوم عشان تفكر ازاي اكون جزء من اللي يخلي الشركه دي تنجح او كان ده ينجح. بالظبط. وهم دول اللي انا بسبوت لايت عليهم، وهم دول فعلا اللي يستحقوا التقدير ويستحقوا كل حاجه. التقدير هنا بقى مش معناه لا هو مادي بس ولا هو معنوي بس، لا ده هو مادي وهو معنوي، هو نوع من انواع التطوير في انك تعملهم ديفلوبمنت بشكل معين. وفعلا دول اللي يستحقوا انك تصرفي عليهم، عشان انت عارفه ان في يوم من الايام الناس دي بكره هتبقى هي بروميسنج قوي، فهي دي اللي هتشيل الشركه على اكتافها بعد كده. وهم دول الناس اللي هتاخديهم توري لهم الشورت كات بتاع الكارير باث. احنا يوجوالي كنا بنقول انا هوريك ده التدرج الوظيفي بتاعك، انت عايز تبقى هنا هتعدي تتطور كل سنتين هنرقيك، بس انا هاخد الناس دي وهوري لهم الشورت كات انك انت هنا هطلعك هنا. فدي حاجه حلوه، ودي على فكره من حاجات المرونه اللي بقت تحصل في شركات كتير وفي بنوك وغيره، ان انت بقيت ينفع ان انت ما تستناش السنتين، انت شاطر قوي فهديك بقى اكستراز، ان انت لا مش هتستنى السنتين دول. صغير يا سوا، بقينا بنشوف شباب بس الناس صغيره، بقينا نشوف مانجرز في حاجات سي او كده في الثلاثينات، في حاجه لا واقل كمان من كده. وهو ده الاتجاه، بيبقى تيم ليدر وغيره. انا بيبقى عندي مشكله جدا بقى في الموضوع ده، ان انا دايما بفضل، يمكن انا عشان زي ما قلت معاصر الـ يعني مواكب الحتتين، فببقى دايما كين جدا ان انا عمري في حياتي ما اسند المسج بتاع انت راحت عليك. ودايما وابدا بتلاقي اي بروجرام انا بعمله له علاقه بالناس بتلاقيه هو ميكس اوف صغيرين وكبار.
كبار مش معنى كبار سنا، كبار في الخبره، لان فعلا في ناس عايزه تدي. وانا من الناس اللي يعني فعلا اتجاهي اللي انا ناوي اركز فيه الفتره اللي جايه ان نفسي اشتغل في مكان او اكون مسؤول عن مكان، ان المكان ده بيبدا يهاير ستارتنج فروم ال 60 اوكي بكرايتيريا معينه، المكان كله ستارتنج هايرنج فروم ال 60 حلو قوي. وده حلو قوي تامر، في ناس عندها طاقة لسه، هي غريبة. مش عايزه تريتاير دلوقتي والناس انا لان انا من خلال مجالي لقيت ان في ناس كتيره جدا، وبتعرض لناس كتيره جدا، في ناس بتتعب مجرد ان هي تقعد في البيت خلاص. فانا نفسي ابقى مسؤول عن مكان في يوم من الايام، ربنا يديني القدره واحط الكرايتيريا ان انا المكان ده كله بيلو 60 مع الاسف انت بره الكرايتيريا، ونبدا نعمل الاورجنايزيشن بالشكل ده، وان شاء الله بقى قاعد معاكم ويحصل ده في يوم من الايام واكلمكم عن النجاح. لا الفكره حلوه قوي يا تامر بجد، حلوه قوي، احنا وراك فيها اكيد. طيب نتكلم بقى برضو عن يعني الناس اللي دلوقتي فريش جرادز مخلصين الجامعه وداخلين بقى اول يوم شغل، خلاص دخلوا ويعني اتقبلوا الحمد لله في الشغلانه والدنيا تمام. التيبس، لان في ناس تقول لك ايه، لا انا هدخل بقى اول يوم انا لازم بقى اسيطر على الناس اللي حواليا وانا لازم احطهم كلهم في جيبي، عارف لو في ناس بتفكر بكده، وادخل بقى ايه اثبت المدير ومش عارف اعمل له ايه وبقى واقعد اطبل له وكده عشان ايه يحطني في دماغه انا حبيبه. في ناس تقول لك لا انا ادخل خليني في حالي اخلص شغلي في حالي. فبتبقى دخله الشغل او سوق العمل للفريش جرادز محيره جدا، وهم بيبقوا خايفين يا حبايبي جواهم كده، بيبقوا حاسين طب اعمل ايه، طب المفروض ان انا ابقى لطيف ولا المفروض ان انا ده شغل فوش خشب، طب اعمل ايه مع صحابي، لو عندي فكره المفروض اقولها ولا بلاش خليني اكتمها جوايا. المفروض الواحد وهو بادئ سوق العمل جديد ايه تيبس اند تريكس كده ان انا ادخل كده وابقى تمام انا ده الصح اللي انا المفروض اعمله؟ طيب هما اربع خطوات، اربع ستيبس مهمين جدا. اول ستيب منهم هي انك حضرتك ما تستناش لما تبدا تخلص شغل علشان تشتغل في شركه، انت لازم فتره التريننج دي عايزك تبقى على قد ما تقدر تستغلها صح، اللي هي في السمر تريننج، لانك هتبقى هتختلف معاك رؤيتك كتير قوي من اول دخله ليك لو انت ما كنتش خدت او خدت السمر تريننج. فدي اول ستيب. تاني ستيب، احنا المشكله بقى دلوقتي اختلف، احنا بقينا حريفه جدا في مجال الهيومن كابيتال، ان احنا ازاي نعمل بقينا ازاي نعمل لك اونبوردنج واندكشن واعمل لك برزنتيشن واعرفك اول يوم على الناس، فانت بتبقى حاسس ان انت رايح تشتغل في هوليوود، ما انتش داخل تشتغل في هوليوود. تمام، بعد اول يوم بتسلم ورقك فيه وتدخل على مكتبك تفاجئ ان انت ما عندكش لابتوب، تفاجئ ان ما حدش بيرد عليك، تفاجئ ان فانت النهارده برسم لك صوره انك انت داخل، وبعدين تفاجئ الكالتشر شوك بتاعه، وهي دي اللي بتاثر وبتعمل له تربلنس. هو انا اللي انا شفته لو انا ما اعرفش المكان ده، انا حاسس ان انا داخل مكان انا خلاص بقى يعني ذا سكايز يعني ماي ليميت، وبعدين اخش الاقي ان انا عندي الاكسبكتيشنز والرياليتي، وهي دي اللي بتخليه يتخبط. هنا اول خطوه بتخليه انبالانسد ويبدا يقول ايه، طب انا اعمل ايه، انا اقرب من المدير ولا اقرب من اصحابي ولا اكبر دماغي ولا اسيب المكان ده ولا، وهي دي الغلطه، انك انت محتاج بقى، ودي تالت خطوه انت لازم تعملها ايا كان اللي انت هتتعرض له اول ما تدخل المكان، انك انت خد وقتك. خد وقتك دي مش معناها انك تعرف تعمل بوليتكس ازاي او تصاحب مين او تبقى جنب مين، خد وقتك انك تفهم الكالتشر بتاعت المكان. صح، كالتشر المكان دي هي اساس استمراريتك في المكان طبعا. وكل مكان سواء احنا عملنا له او ما عملنالوش بتتفرض له كالتشر معين. طب تامر، بما انك انت بتقول خد وقتك عشان تعرف هتتعامل مع الناس ازاي، في حاجه بيعملوها كل الشركات الكبيره ويعني الناس اللي بتهتم بالموارد البشريه او تنميتها او الاتش ار اللي بيفكر بقى اوت اوف ذا بوكس، بيعملوا الحاجات اللي اسمها تيم بيلدينج اللي هي بتخلي الناس تقرب من بعض اكتر وتعرفوا على بعض اكتر بره الاوفيس علشان يعرفوا يتعاملوا مع بعض، هل الحاجات دي بتقوي العلاقات فعلا ما بين الناس وبتخلي الناس اقرب لبعض يتعاملوا فريندلي، ولا ده بره بره السياسات؟ خليني اقول لك حاجتين، الاندكشن هو ده اللي بيتعمل للنيولي هايرد، الناس اللي جايه جديد، والاندكشن ده هو ده اللي بيتعمل بطريقه معينه عشان يخلي الناس داخله حابه المكان اللي هي فيه. التيم بيلدينج ده بيتعمل مش في البدايه، ده بيتعمل على مدار السنه عشان يصلح العلاقات المتدمره ما بين التيمز. بس نستهدى بالله كده نحب بعض من اول جديد، نلعب المنزيل والدنيا هتبقى حلوه. التيم بيلدينج لو اتعمل صح واتبنى من الاول على اساس احنا البين بتاعتنا ايه او الوجع اللي في الاورجنايزيشن اللي احنا او التحديات ايه، فبنبدا مش مجرد باخدكم العبكم،
لا ده انا ببدا اعمل لا هي الالعاب دي بتبقى بيزد على حاجات سياسات الشركه بالزبط. يعني انا دلوقتي عايزاكم تبقوا مترابطين فانا هلعبك لعبه كلها ليها علاقه بان احنا لو انا ما عملتش حاجه انت مش هتكسبي والاهم من ده كله بعد ما العبها ان انا ابدا اقول واعلق هو احنا بناخد بالريفلكت ده على شغلنا ازاي والعلاقات ما بينهم بعض لما بيفهم الناس بتبدا تبص وتركز التيم بيلدينج ده تاثيره من 3 ل 4 5 شهور بعدها بترجعي تلاقي الاورجانيزيشن كلها بتحضن بعضها او اللي بيعملوه بعد كده بتلاقي فجاه فانت لازم تلحقيه بحاجه تانية وانا بشوف انك لغايه التيم بيلدينج لازم يتعمل مرتين في السنه ولازم ما بين ده وما بين ده انك تواظب على الاوتكم اللي هيطلع من التيم بيلدينج ويتعمل اكشن بلان اللي منها بنتابعها في مونثلي ميتنجز عشان نربط دايما الناس بالميموري اللي حصلت او احنا عملنا عشان ايه عشان في الاخر ده لمصلحه الشركه لمصلحه الشركه طبعا فهي التيم بيلدينج طبعا بتفرق بنسبه 120% على فكره بس لو اتعملت صح لكن الاندكشن بالنسبه للنيولي هايرد هو اللي بيفرق قوي ويمكن ده خليني ده اللي انا قلت في الستيب الثالثه انك كده تاخد وقتك لغايه ما تفهم الستيب الرابعه بلاش قراراتك تبقى سريعه لان هترجعنا للكلام اللي انا قلته طبعا. ويمكن دي الحاجه الكومن بين الجيلين انك كل ما هتبقى قراراتك سريعه وتتخيل انك انت لو نطيت من مكان عشان المكان الثاني احسن تاكد انك هتفضل تنط من مكان لمكان ومش هتبني مش كارير مش هترضى كمان مش هتبني كارير هتفضل طول عمرك متخيل ان هنا في حاجه وحشه اروح الاقي حاجه هناك احسن تلاقي هناك حاجه اوحش من اللي كانت فيها فهتقول يا ريت ومش هترجع يا اما مش هتتعلم حاجه وهتنط لحته ثالثه هتلاقي حاجه اوحش واوحش فهم دول الاربعه ستيبس المهمين جدا لاي حد يفكر قبل ما يبدا يشتغل طيب عندي سؤال كده لذيذ جدا بقى عن الانترفيوز اصلا بقى يعني وانا رايحه اعمل انترفيو الاتش ار ممكن يتضايق مني في ايه يعني ايه الحاجات اللي انا اللي هو وات تو دو ويعني وايه اللي ما اقدرش اعمله قدام الاتش ار عشان ده بيدي انطباع مش لطيف طيب. لان في ناس بتبقى والله هايله ومحضره ومتظبطه في كل حاجه وتلاقي نفسها انا لا انت مش ريجكتد ومش عارفه ليه حتى دي فيها تو فيزز الفيز القديمه انت النهارده لو بتساليني ودي لسه موجودين انا ما اقدرش اقول ان الـ الفكر الجديد بتاع الهيومن كابيتال دلوقتي بقى موجود على كل الناس اللي بتشتغل في المجال فالفكر القديم اللي هو بتاعنا اللي احنا لازم تبقى واخد بالك من نفسك وقاعد ازاي وبتقول ايه وبتتكلم ازاي كل الحاجه اللي انا عايز اقولها الحاجات دي كلها معروفه والناس كلها عارفه الحاجه النصيحه الوحيده اللي عايز اقولها ان خليك على طول خليك انت لا تحاول تتظاهر بحاجه مش فيك ولا تحاول تداون جريد حاجه فيك خليك انت سونر اور ليتر انت هتبان اصلا هي نصيبك لو هتجيلك هتجيلك لما تبقى انت صح. ده النصيحه كده بريفلي لا هقول لك بقى البس واقعد وبص في عينيه واتكلم الصوت ازاي وتيجي قبل ميعادك الحاجات دي كلها الناس كلها عارفها وده الطبيعي التقليدي موجود على جوجل موجوده في كل حته قتلناها بحثا ويعني الجديد بقى دلوقتي ويمكن ده اللي انا بقوله واحنا ده اللي بنشتغل عليه دلوقتي انا لما باجي علشان خاطر تو انفايت او اقول لك تعال عشان تعمل انترفيو انا ما بلعبش دور ان انا راجل بجيبك علشان خاطر اشوفك تصلح للوظيفه ولا لا لا الجديد دلوقتي ان انا لو انت عندي الكواليفيكيشنز بتاعتك فعلا ماتشنج البوزيشن اللي انا عايزه انا بلعب دور الكونسلتنت بتاعك انا بانفايتك لقعده وبقول لك تعمل ايه بالظبط وانت قاعد مع التوب مانجمنت والتكنيكال انترفيو فانا باهلك اكني بديك تريننج تخش تعمل ايه مش تقول ايه تعمل ايه فهنا دي المدارس الجديده بتاعتنا في الهيومن كابيتال ان احنا ما بنجيبكش عشان خاطر نقعدك قدامنا وشوف انت هتدفع ولا لا ده انا بشوفك والقعده دي انا وانت بنكسبلور مع بعض وبتاكد انك انت قد الكواليفيكيشنز قد الوظيفه وببدا انت على البروفايل بتاعك كبني ادم اهلك لمقابله التكنيكال دايركتور او مانجر والهيد اوف ذا او لو هتقابل التوب مانجر هو ده الاتجاه الجديد فاحنا خلاص بقى بطلنا الكلام ده خلاص بقى راح الكلام ده يا جماعه ما تقلقوش تامر نورتنا بجد مبسوطه جدا بحلقه النهارده واديتنا معلومات لطيفه كمان عرفتنا ان سوق العمل الدنيا اتغيرت ما بقتش خالص زي زمان صح. احنا بنتطور والدنيا بتتطور معانا فالحاجات القديمه دي بتاخد شكل جديد صح. احلى والذ يعني بالنسبه للموظفين نورتنا وان شاء الله تنورنا جدا ربنا يخليك شكرا ميرسي شكرا ليك تامر نورتنا ودايما تدينا معلومات مهمه جدا شكرا ليك نتمنى تكونوا انبسطتوا معانا في حلقتنا النهارده قلنا معلومات كتير واخبار كتير نشوفكم في حلقات تانية من عيش سعيد باي 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 باي